قرية الإنسان بمنطقة المعيصرة نهر إبراهيم هي مسكن كل إنسان مدمن وبحاجة للعلاج، ولكن بقرية الإنسان ما بيكتمل العلاج إلا بالصلاة والتأمل إن كان الشخص مسلم أم مسيحي. نحن هون بجون بول دو برسايد، هون محل بيصلوا أخواتنا الإسلام. في تاني مال كنيسة بحب أقوله لكل مدمن، يا بدك تموت يا بدك تصلي، واحدة من الاثنين. إذا أنت ما بتعرف يسوع يعني أنت ضايع. هالقرية الصغيرة بتضم 10 بيوت خشبية جاهزة لاستقبال 40 مدمن، وهي تحت إشراف مؤسسة الأب مجدي علابي اللي بيشتغل بصمت تام مع المدمنين حتى أعلان توبتهم. بقول للشباب اللي عم بيتعاطوا إنه صار في دواء، بصوا تعالوا شوفوا الدواء. اختراع مش جديد ولا بس اختراع الأول بالعالم، هو انه يسوع بحبكم ويسوع قديش فيكم. ما تقولوا انه احنا ما فينا نوقف مخدرات، نحن بس من طلقنا تموت اوفردوز او تنحبس كل الوقت، يسوع اليوم هو الحل تبعك، نصفوا ناطرك. بس بدي اقول لهم بذات الوقت لكل الناس، ما تنظروا له كمجرم، ما تنظروا له كشخص مش منيح. ما حدا بيخلق مدمن ولا حدا بيتمنى يكون مدمن. بطلب انه المسؤولين بهالدوله يلي اسم بسموه مسؤولين يجوا يشوفوا اذا جد اذا هذا الحرمين بيقبلوا فيه هن، يعني لا كهرباء لا مي لا طريق لا زفت. كلام الناس بحلقة خاصة استضاف الأب علابي وعين من الأشخاص اللي عدلوا عن الإدمان والحياة المظلمة، فأعطوا شهاداتهم وكانت مكللة بدموع الفرح. الإنسان اللي بيخلص بقرية الإنسان وقبل عودته لحياته الطبيعية تخسر رجليه خلال قداس تخرجه كرمز للولادة من جديد. مبسوط كتير لأنه رجعت خلقت عن جديد ورجعت قربت من ربي، خبرات بعدتني عن اهلي وعن الله وعن حالي. بشكر رب يسوع اول شيء انه لحقت ابني جوفاني انا ومدامتي وحاولنا انه نمشي بحريه، وديته على المستشفى للعلاج جسديا. وبشكر اب مجدي استقبلنا دغري هون بعد ما حكيناه وقلنا له شو الظروف شو الاوضاع. بقول لك البي ينتبه كثير على ابنه، ينتبه ابنه لوين رايح مين عم بعيش ابنه، اللي هيدا شيء انا ما قدرتش اعمله قبل، لان كنت كثير اعطي حريتي وحريتي لابني، كنت توثق بابني لانه هو ابني وصديقي. كل انسان مدمن بقول له انه هو منه عبد للمخدرات، هو اكيد توصل لهالماده لهالشيطان اكيد مارق بكثير اشياء. قرية الإنسان رسالة إنسانية تبشيرية، وكل المطلوب من كل مدمن الصبر والإيمان. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني. على وقع هذا التقرير في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أقول مساء الخير في هذه الحلقة عبر الـ LBCI LBC ولبنان الحر، حلقة مفتوحة على الدموع، على القراءة السياسية كما علامات الضوء والنور. الليلة ومواكبة لأسبوع الوجع اللبناني أستقبل بعض أهالي شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في صيدا. أستقبل قراءة لما يجري في محورين من هذه الحلقة وزير داخلية تصريف الأعمال مروان شربل. أستقبل القيادي في التيار المستقبل علي حمادي والكاتب الصحفي حسن علي. وسؤال ويب سايت، هل تعتقد أن الدولة ستلقي القبض على أحمد الأسير، نعم أم لا؟ أما في المحور الأول وكما قلت فنحن نتوقف مع علامة من علامات الضوء اللبناني. أستقبل رئيس بلدية جبيل الأستاذ زياد حواط، والمناسبة تسلم حواط الوشاح الأحمر الأرجواني تقديرا لدوره الرائد في إنماء وتطوير جبيل، مع شهادة التمييز عن فئة المدن السياحية العربية، وجبيل أفضل مدينة سياحية عربية بحسب الأمم المتحدة. مساء الخير أستاذ زياد، أهلا وسهلا فيك ومبروك هالمجموعة الجوائز. ما بدنا نحكي عن جائزة وحدة، بس خبرنا شو أهمية اللي حصلت عليه. أستاذ مرسال، أنا قبل ما بلش بهذا الكلام حابب أوجه فعلا تحية لشهداء الجيش اللبناني اللي هن فعلا
أكد الجيش اللبناني أنه قادر يحمي المواطنين وقادر يصون الوطن. فتحية لإله من جبايل، من أهل جبايل، كلهم واقفين إلى جانبه، كلهم مساندينه. أما تننتقل على جو الفرح، لأنه لبنان ما بيعيش غير بالفرح، غير بالعطاء، غير بالنجاح. كنا متأمل هالحلقة تكون بجبال. صحيح، نحن كان مينا جبال. صحيح، نحن كان مفروض انه هذه الحلقة نعملها الليلة عندك على المينا، مش عندك طبعا، بمدينة جبال، برعايتك، بإشرافك رئيس، برعاية جبال. خاصة انه البرنامج كان حافل عشية مهرجانات جبال، كان مفروض كنت ست يعني مدام لئيس تكون موجودة معنا، موجه لها تحية كمان ومجموعة كبيرة. على كل حال نحن بنوعدك انه هذه الحلقة رح تكون بآب إن شاء الله إذا بتستقبلنا. بالتأكيد. نعم، إذا شو أهمية هالجائزة رئيس؟ أستاذ مرسال، هيدي صورة مضاءة عن لبنان، هذا هو لبنان، هيدي الصورة الحقيقية عن شعب لبنان، عن كيفية تطوير هذا البلد، عن كيفية العطاء بهذا البلد، كيف وقت الشعب اللبناني بحط إيده بإيد بعضه بيقدر يحقق الإنجاز، بيقدر يحقق التقدم. بجبال كل الجبيليين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم وطوائفهم، وجبال هي نموذج عن لبنان الكبير. جبال فيها تعدد طوائف، فيها تعدد أحزاب، فيها تعدد آراء، إنما سر الجبيليين كان ولائهم لمدينتهم، ولائهم لجبال. حطوا السياسة على جنب وقالوا تعال نشتغل كيف ممكن هالمدينة تقدم إلى الأمام، كيف هالمدينة ترجع تاخد دورة، ترجع تحتل المركز المناسب لإلها. جبال بتتغنى بتاريخ مجيد من الثقافة، من الحضارة، من الانفتاح، من تعدد الثقافات اللي قطعت على جبال. وجبيليين لعبوا دور كتير إيجابي بالمحافظة على المواقع الأثرية داخل المدينة القديمة، وهون كان تنويه علماً من شهر طلع مسألة سرقة بعض الأثار، يعني بنضل إيجابيين. لا، هون كان في إضاءة من ساعات أمين عام الأمم المتحدة عن محافظة الجبيليين على الطابع الأثري لمدينتهم القديمة. في كتير مدن أثرية بالعالم، إنما الهجمة العمرانية والطفرة العمرانية شوهت كتير من المواقع. الجبيليين حافظوا على هذه الأمانة الموجودة بين إيديهم. هذا الفضل منه أبدا للبلدية، البلدية ما فيها تكون ناطور عند كل شخص. كل جبيلي اعتبر حاله مسؤول، كل جبيلي اعتبر حاله أنه هو بده يصون مدينته، هو بده يحافظ عليها من أجل المستقبل. هلأ عرفت ليش ربحت الانتخابات. منشوف قبل ما نتابع وثائقي كانت محضرته بلدية جبيل بهالمناسبة. الاحتفال رح يتم بعد ما تم 15 شهر الحالي بدبي، تسلم الجائزة باسمه المتحدة الأستاذ زياد حواط. الاحتفال رح يصير الثلاثة بجبيل. بنشوف جزء من الوثائق الذي سيبث عن إنجازات وما يجري، وهذه هذا الحدث وثائقي مختصر اشتغلت عليه زميلتنا ريمان شليلة من أصل وثائقي مطول، سيعرض يوم الحفل الثلاثة المقبل. جبال هالمدينة التاريخية العريقة المعروفة بتاريخها وبحضارتها وبثقافتها، هالمدينة الموجودة على البحر الأبيض المتوسط، كانت بحاجة لمشروع ولفريق عمل. هيدا المشروع كان مشروع الحلم، هو مشروع فرز النفايات اللي بدأ بأحد أحياء المدينة ورح ينتقل إلى كافة المدينة إن شاء الله. الحديقة العامة الأكبر والأروع تم افتتاحها بالصيف الماضي، زيادة المساحة الخالية من السيارات داخل المدينة. حلم الشباب، حلم الرياضيين تحقق ببلديتنا من خلال المجمع الرياضي المنتظر. مثل ما بنعرف مدينة جبال هي خزان الأندية الرياضية، مشروعنا ورؤيتنا إنشاء مجمع رياضي بضم كل هاللعيبة، بضم كل هالأندية تحت إطاره. قطعة الأرض مساحتها 30,000 متر من أجل إنشاء هذا المجمع الرياضي البلدي الضخم. ووضعنا الحجر الأساس له بحضور فخامة رئيس الجمهورية، هو حيكون مجمع الرئيس ميشيل سليمان الرياضي. كيفية تطوير الاقتصاد داخل مدينة جبال، ولقينا الأنسب مشروع هو تأهيل وجهات سوق جبال التجارية. مدينة صدرت الأبجدية إلى كل العالم، من هون انطلقت الفكرة لتأسيس متحف الأبجدية ضمن مجمع بلدي كبير. تم تخصيص عقار على مدخل جبال مساحته 7,000 متر من قبل وزارة المالية لإنشاء المجمع البلدي ومتحف الأبجدية. السياحة البحرية من خلال وجود أكبر منتجعات بلبنان على بحر جبال الجنوبي. وضعنا شرطة سياحية بتصرف جميع المواطنين. سياحة دينية
من خلال وجود العدد الكبير من الكنائس والجوامع في سياحة المواقع الأثرية، من خلال وجود القلعة والمواقع الأثرية الأخرى. اختيار مدينة جبال كأفضل مدينة سياحية عربية لعام 2013 هيدي هدية بهدية لكل أبناء جبال. ريس هيدي الهدية الاختيار، شفنا صور تسلمك الجايزة مش بس لجبال، هي لكل لبنانيين، لأنه بعز زمن القحط وعلامات الضوء أنتم عملتوا إنجاز بوقت أنه معدوم السياحة في لبنان. وهون بدي أسألك، شو هو دور جبال بتشجيع السياحة والاقتصاد أساسا؟ شو كان ممكن يكون واليوم شو وضعه؟ أستاذ مارسيل، أي مجتمع بيشتغل بطريقة منتظمة مدروسة بتضامن بيحقق النجاح. نحن مشكلتنا بالدولة في عدد كبير من الوزارات، إنما الوزارة الأهم المفترض تكون موجودة في الدولة اللبنانية هي وزارة التخطيط. نعم. لأنه هذا البلد بتمنى رايح بدون إدارة، بدون تخطيط، بدون منهجية. نحن عم نطالب بكل موقع، بكل إدارة، بكل وزارة، بكل مركز يكون في تخطيط إلى الأمام. تخطيط لسنين. هذا اللي عملناه نحن ببلديتنا، عملنا رؤية مستقبلية كيفية إدارة هالمدينة. جبال منا مدينة عادية، جبال مثل ما سبق وقلنا مدينة بتتغنى بتاريخ مجيد ومدينة استثنائية، كل العالم بيعرفوا بيبلوس. وبالتالي هذه المدينة مفترض يكون فيها إلى رؤية مستقبلية، اليوم أفضل مدينة عربية، كيف بالمستقبل بدها ترجع تاخذ دورة العالمي. نعم. هيدي الرؤية درسناها مع مجموعة من المتخصصين والاختصاصيين، كيف ممكن هالمدينة تكون الأفضل سياحيا والأكثر استقطابا للسواح، وانعملت هيدي الخطة وبدأنا. نعم. بدأنا تنفيذها خطوة ورا خطوة. كان ناقصنا البنية التحتية تنقدر نستقبل هيدي الناس، عملتوها، بلشنا بالقسم الأكبر منا، هلأ عم بينرس كيف ممكن نأمن كمية كبيرة من الناس تزور هالمدينة. هيدا بده استقرار. هذا عم تحكي عن كل البلد. طيب هون رئيس، طبعا نحن فخورين بالشيء اللي عم تعملوه، بس خلينا نسأل شو معايير التصنيف اللي اتبعت؟ يعني طبعا ليش بتكون أفضل مدينة سياحية عربية بوقت، خلينا نقول إشياء مثل ما هي، دبي اليوم تستقطب أكبر نسبة ممكنة من السياح، شو التصنيف اللي اتبع لحتى تم اختياركم كأفضل مدينة سياحية عربية حسب الأمم المتحدة؟ تصنيف مكان نسبة لعدد الزوار أو لعدد السواح، تصنيف كان نسبة لتاريخ هذه المدينة العظيمة. نعم. نسبة للمواقع الأثرية اللي تم المحافظة عليها. هيدا إنجاز أستاذ مارسيل، أنك تحافظ بزمن الحروب على مدينة وتحافظها على كل طابعة التراثي والأثري. هيدا كان نقطة الانطلاق، إضافة إلى كم من المشاريع اللي أطلقناها خلال فترة قياسية اللي هي 3 سنوات. وأنا فعلا بعود وبكرر أنه كل هالمشاريع اللي أنجزت، كل هالقفزة إلى الأمام اللي حققناها كان بتعاون الناس وبتعاون المجتمع، وهيدي لازم يتعمم هذا النموذج على كل لبنان. صحيح. يعني انا ما بلاقي غلط انه طرابلس تكون مثل جبال وصيدا تكون مثل جبال. مش مزبوط ثقافه صيدا مختلفه عن ثقافه جبيليين، بالعكس اهل صيدا بدهم يعيشوا مثل ما عايشين اهل جبال وافضل. عندنا بعلبك اهم موقع اثري عالمي، كمان اهل بعلبك. مش مزبوط هيدي الثقافه اللي عم تنرسم عن بعلبك. اهل بعلبك، وانا بشوف في وقائع والدليل للأسف، يعني أنه للأسف يتم نقل اليوم مهرجانات بعلبك إلى بيروت. وأنا هون بحيي دور هذه اللجنة الجبارة اللي مع كل المشاكل مستمرة أنها بدها تعمل هذه المهرجانات. نحن عنا إيمان إنه هذا البلد لإلنا، هذا البلد بده يضل واقف على إجراء، بده يضل في نية، إنه بنقدر نعمل شيء، أكيد بنقدر نعمل شيء. مهم النية تكون موجودة، مهم الصدق والمحبة والتعاطي بإيجابية مع كل المواضيع، التواصل مع الناس بطريقة موضوعية، والمسؤول يجب أن يخدم البلد، يجب أن يحاسب. نحن مشكلتنا بالبلد إنه الناس ما عم تحاسب المسؤول. نهار الناس بتبلش تحاسب المسؤول بطريقة جدية، المسؤول بيصير الوعود اللي بيطلقها مجبور ينفذها. انت نفذت الوعود اللي اطلقتها قدام ناخبينك قبل سنوات. بالتأكيد. نحن عددنا مشروع لإدارة هالمدينة، والمشروع مثل ما شفت بدأنا بالقسم الأكبر منه، وإن شاء الله خلال 3 سنوات المقبلة. وهذا بده أهلك للسياسة مرحلة تانية. رئيس، شو دور وزارة السياحة وإدارة السقافة معك؟ هيدي المشكلة الكبيرة هي اللامركزية الإدارية أستاذ مارسيل. هيدا عم بتعطل العمل البلدي والعمل التنموي. اليوم مدينة مثل جبال مدينة سياحية بامتياز، مدينة ثقافية بامتياز، فيها مواقع أثرية الأشهر والأكبر والأهم. طيب اليوم البلدية السلطة المحلية المفترض تكون قيمة على كل هالمواقع، بتتعارض المصالح. يعني اليوم تقدر تأهل القلعة
حسب رؤيتك الإنمائية للجبال بدك تاخد 3 أذونات، وتقدر تاخد هالأذونات بتاخد وقت، وقد يكون عند احدى الوزارات اي راي اخر، وبالتالي بتتضارب الصلاحيات وبتعرقل الانتاج والتقدم. اللامركزيه الاداريه عم بفرمل الانماء وعم بفرمل العمل البلدي. هون انا رايي الثوره الجديده المطلوبه بلبنان هي ثوره اللامركزيه الاداريه. بدك مجلس نواب يقرها، يعني خلصها رئيس الجمهوريه شغل عليها مثل ما فهمنا، وهذه اللجنه يعني تم انجاز العمل، بس بدك مجلس نواب. هون سؤال يعني بيستتبع تاثير الاحداث الامنيه يعني وتمديد ولايه مجلس النواب على السياحه، شو كان دورهم؟ شو كان تداعياتهم عليه؟ السياحة في عنا كذا أنواع سياحة. أولا بجبال تحكي بموضوع جبال، بجبال عنا السياحة الداخلية، يعني الناس اللي بيزوروا جبال اللي هن اللبنانيين، السياح السواح الأوروبيين واللبنانيين المغتربين. اليوم السواح اللبنانيين المغتربين والأجانب مش موجودين، اليوم عم نعتمد على السياحة الداخلية، هيدي مش كافية. اليوم مفروض ينعمل خطة إنقاذية رأفة بالناس، رأفة بالمجتمع، رأفة. نحن اقتصادنا معتمد بيعتمد على السياحة، بترول اللبناني وهي السياحة. صح. والبترول اللبناني خلال 3 اشهر السياحة، مش رح نعمل سياحة بتشرين وكانون وشباط استاذ مرسال. يعني صح. رأفة بالناس، رأفة بالمواطنين، رأفة بالشباب، لانه عم نصدر شبابنا، عم نصدر طاقاتنا. الشاب ما ليه ما يجي يفتح بلبنان مؤسسة تجارية او مؤسسة سياحية عم نهشله، خلاص تعبت الناس، قرفت الناس استاذ مرسال. يعني عم بقول لك فعلا وجع الشارع، الناس قرفت من الخطاب السياسي المتشنج. صحيح. انا قبل ما طبعا تابع اسالك عن المهرجانات، واخر كلمه بتقولها يعني بدنا نشوف يعني اجدادنا يعني المعمرين بجبال كيف بيحكوا عن جبال، عن قصص الطفوله، عن هالمدينه. تقريرنا خواند على الارض. مدينة جبال هي أحدى المدن اللي بتحدد هوية لبنان. هالمدينة تعتبر واحدة من أقدم المدن المأهولة بالعالم. كل حجر من حجار هالمدينة وكل زاوية من زواياها بتخبر قصص، ومين أفضل من جدودنا ليحكوا لنا الحكاية. مدينة جبال هي مدينة عريقة تاريخية عمرها 5000 سنة حضارة قبل المسيح. هيدي جبال ستنا ايام الفينيقيين. بيقول لي المرحوم الوالد انه احنا جينا على جبال على ايام مر يوسف بال 1700. الاتراك وقت اللي اجوا على جبال صار جوع كثير بجبال هون، واجا الجراد اكل الاخضر واليابس. في عنا كنيسة مريحنا القديمة ايام الصليبيين، وبنسأل مريحنا في الجامع الاثري جامع السلطان. وكنيسة مريحنا هيدي يعني في لها ذكرى، كانت اسطبل بالقديم، اخذها المير يوسف وسلمها للرهبان. هلا كل سنه ذكرى بيعملوا احتفال بغسلوها بماء الورد. جبال مقصوده وفيها القلعه الاثريه روعه من الروعات. خبروا هيدي القلعه اساسا الفينيقيين، بيقولوا كان في ناس هون على البحر شلعت القلعه وشافوا الذهب نزل، صارت القلعه بتركض وتحمل. هالزناكيل اللي كانت عندها إرادة قوية، كان عندها مكرية. الزعامات القديمة كانوا يحملوا الذهب بالصناديق على البغال وحطوا فوق منهم بندورة. مدينة جبال مدينة حضارية، مدينة من أجمل مدن لبنان، أخذت شكسيب كتير روعة. السوق القديم هذا بطل على سيد البلوابي هون وبطل على القلعة. كانت الأسواق التجارية تحتها مبنية بحجر عائد كلها، وكلها تجار مشكلة فيها منها من كافة أشكال التجار. نحن وصغار ما كانش هيك يعني مساوى ومزبط، المدينة كانت شوي مهمولة يعني. كانت كلها بيوت عقد سطح تراب من القدم والصالب يقولولا وقناطر وكذا. ومن زمان جدودنا كانوا يعيشوا بالزراعة، ما كلوا بيخبزوا عائلهم بالبيوت، ما كان فيه. تجي في مطاحن بجبال، طحونين بجبال خصوصي، يركبوا على دار الحمار يحملوا القمح ويجوا يطحنوه وياخذوا. تطلع المونه البطاطا وبصل وخضره يزرعوا حول البيت يجمعوها كلها هيك. كنا نقوم من على بكران ناخذ الفدان بيقولوا له، نروح على الفلاحه نجي من عشيه على البيت. بقى نقعد على الارض، ما كان في طاولات صفرة باليوم، نقعد على الارض عم ساند عش، وكنا ننام نحن والفدان بفرد بيت. قاعدين عشيه على لعب الورق
على القنديل ابو النوايسي بيقولوا له نمره 4 لكن في كهرباء يشربوا من البير. اذا نحن بنحب الله لازم نحافظ على تراث الله على الارض اللي هي مدينه جبال. قصص جبال بتنحكى وبتبقى بالذاكره وبتتنقل من جيل لجيل وبيبقى العنوان واحد، اجمل واقدم مدن العالم. إن شاء الله بتبقى جبال منورة يا ريس، وإن شاء الله بتبقى بهذا التعايش المسيحي الإسلامي. يعني كيف اختبرتوا هذا التعايش؟ هذا ميزة جبال، وهذا سر نجاحنا بجبال. إنه؟ إنه جبيليين خلوا طوائفهم لبيوتهم واشتغلوا كلهم لأجل جبال. كان الولاء لجبال مش ولاء للطائفة، الطائفة بالبيت، طائفة بالجامع أو بالكنيسة، إنما بالمجتمع الأخلاق اللي كانت بربطنا ببعضنا، التواصل الاجتماعي بربطنا ببعضنا، حتى التزاوج بين الإسلام والمسيحيين، هيدي ميزة جبال. وبتمنى يا أستاذ مارسيل هيدي الميزة تتعمم على لبنان إن شاء الله. وهون يعني اسمح لي توجه تحية للطيف اللئيس تأكيد. باسمك وباسم كتير من الناس اللي بيقدروا شغل هالست العظيمة اللي بعدها محافظة وعم تشتغل، وبرنامجكم السنة بالتأكيد كان مفروض نضوي عليه كمان، رح نضوي عليه بس يكون خلص، بناخد هيك اكستريات بقاب إن شاء الله، إن الله رب الحلقة. شو بتحكي عن مهرجانات بآخر يعني بعد عندي حوالي 30 ثانية معك؟ عصير كتير حلقة عن جبال عمرها 7 هونيك عندنا هونيك عم تعمل لها يوم 20 دقيقة هونيك عندنا ساعتين الله راد بقاب. نحن الليلة قلت لك هيدي إطلالة بس لأنه نحن حضرتك قلت إنه نحن حابب تحترم يعني جو الحداد جو الدموع اللي عايشينه الناس على الأحداث اللي صارت. أنا بدي أحكي فكرتين بعد. لجنة مهرجان جبال هي شريكة أساسية بالنهضة السياحية لمدينة جبال، عم يشتغلوا شغل رائع. نعم. بيرفعوا الراس ونحن كبلدية إلى جانبهم والجبيليين إلى جانبهم بكل نشاط عم بيقوموا فيه. أما الرسالة الأخرى بدي وصلها أولا للجبيليين، بدي أشكرهم لأنه لو من دعمهم ومحبتهم وتواصلهم ما كنا قدرنا حققنا اللي حققناه. وتاني للسياسيين، حرام حرام حرام، كفى كفى كفى. نحن فخورين فيك زياد حواط رئيس بلدية جبال على الشيء اللي أنجزتوه، منهنيك على مجموعة الجوائز اللي أخذتوها بالأمم المتحدة وعلى أمل نجاحات أخرى. شكرا لك. شكرا لكم. بعد البريك الإعلاني أستقبل الزملاء علي حمادي وهو قيادي في تيار المستقبل، الكاتب الصحفي الزميل حسن علي، وأستقبل عينة من أهالي شهداء الجيش اللبناني وهم شقيقة الشهيد الملازم أول سامر جرجستانيوس، أستقبل معين حمدان عم الشهيد الجندي وسيم صالح حمدان، ونبدأ الحوار بالتحية من كلام الناس من بلدة الخضر البقاعية للشهيدين علي عدنان المصري وعلي عدنان حمزي. طبعا جرح الخضر هو جرحان، شهيدان في يوم واحد في قرية واحدة. سيكون لنا لقاء طبعا في المحور التالي مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل. بريك ونبدأ بالتحية للشهداء. بلدة الخضر قضاء بعلبك لبست الأسود على 2 من أبنائها، فبعد سماع خبر استشهاد الرقيب علي عدنان المصري وباليوم التالي استشهد الرقيب أول علي عدنان حمزة، وأصبح التشييع تشييعين بيوم واحد. أهل الشهيد الرقيب أول علي عدنان حمزة فضلوا الصمت وعدم التحدث للكاميرا، أما أم الشهيد الرقيب علي عدنان المصري فأطلقت صرخة وجع. أولادنا نحن عرسين، حرمونا أولادنا، علي بطل، حرمونا أولادنا. بطلب من قائد الجيش يحصل حقوق الشباب كله، يحصلوا له الحق للشباب. الأسير اللي تعامل عليهم هود الجيش المؤامرة على الجيش، بس الجيش بده يدعسله رقبته للأسير، وإذا ما الجيش دعسله رقبته الله والمسيح ومريم العذراء بياخدوا حقنا وبيقتلوا للأسير. عمره 26 سنة هلا بدكم تجوز، عم بتخلص له ببيته هو مستشهد ونحن عم نشتغله، عم نشتغل له ببيته. كل واحد حرق لقلبه لأختي، الله يحرق قلبه. تشهدوا إنه بديش أي يوم الأسير وفضل شاكي. بشكيه الله الله، بشكيه الله العذراء، بشكيه الله الزهراء، هن يحصلوا لي حق ابني. ماني ناطره قائد الجيش لانه ما عم يشتغل صاغ معنا،
عم يروحوا ضد مشوهات أبو الجاج. وينهم القتلة؟ خلصون رجعوا للقتلة. مثل ما قلت استقبل الزملاء الاستاذ حسن علي الكاتب الصحفي في جريده الاخبار. اهلا وسهلا فيك استاذ حسن. استقبل القيادي في تيار المستقبل الاستاذ علي حمدان. عفوا قيادي بغير تيار علي حمادي زميل اثرنا بزميل بالسيد وسيم حمدان معين حمدان. اهلا وسهلا فيك. اشكلت علينا الاسماء الليلي ما توخزونا. حسن علي، هل ذهبت دماء هؤلاء الشهداء هدرا؟ لحد هلأ لا، واضح أنه القرار السياسي عند رئيس الجمهورية تحديداً وقرار قائد الجيش وقرار عدد كبير من القوى السياسية بالذهاب نحو يعني للنهاية بملاحقة أحمد الأسير، الشيخ أحمد الأسير وجماعته المسلحين التابعين له. دماؤهم لم تذهب هدراً من ناحية تانية لأنه أنقذت صيدا من فتنة كبيرة، أنقذت الجنوب من فتنة كبيرة، وأنقذت كل لبنان من فتنة كبيرة كان عم بيحضر لها أحمد الأسير. بلش فيها نهار الثلاثة قبل الأحد، يعني قبل المعركة الكبيرة، عمل انتشار عسكري بكل صيدا، عمل بروفا للي تطبق نهار الأحد. يعني هو كان بده يعمل مشكل، محضر حاله للمشكل قصدك تقول؟ طبعا شفنا حتى التحصينات فاتوا الـ LBC، يعني فاتت زميلتنا لأن راوس عزيز، فاتوا كل مراسلي التلفزيونات على مربع الأسير، حتى وزير الداخلية شو حكي عن هذا المربع. بس شو الهدف كان من هذه الفتنة؟ ليش بده يعمل هذه الفتنة؟ أحمد الأسير حدا بياخد حاله على آخرته يعني بإيده؟ هو انتحر عملياً. ليش هو بيعمل عملياً؟ بس انتحر. بالهدف السياسي شو كان هدف من هذه الفتنة؟ ما بعتقد أنه كان هو متوقع أنه ردة فعل الجيش تكون هيك، يعني كان متوقع أنه ردة فعل الجيش تكون مثل ردة فعل الجيش بعد عرسال. أستاذ علي، سمت من يقول أنه كان مطلوبا من أحمد الأسير أنه يعمل نوع من انتشار كبير مسلح بأكثر من منطقة لبنانية لحتى ينعمل نوع من ضغط على حزب الله تيسحب مقاتليه من سوريا، هل هذا الأمر صحيح؟ أول شيء بدي بلش بالتعازي إلى أهالي الشهداء، بداية أهالي شهداء الجيش، بعدين كل الضحايا الذين سقطوا في صيدا، السكان، الأهالي، كل المتضررين، ونعزيهم بهذه المناسبة. بالانتقال لهذا الموضوع، أنا بتقديري أنه بده يمرق بعد شوية وقت قبل ما نعرف حقيقة الرواية الفعلية. الشيء المؤكد أنه أطلق النار على حاجز الجيش، قتلوا عسكريين وانجرح عسكريين، وبدأت عملية عسكرية غطاها كل لبنان بمختلف أفريقائه، أكان ب8 أزار أو ب14 أزار. وهذا أمر من قابل للمساومة أستاذ مرسال. أما هل كان مقررا أنه هو يعمل انتشار؟ ما بعرف. هل كان مقررا أنه يصطدم بالجيش؟ عمل انتشار أستاذ علي. هل كان بقصدي بموضوع الاصطدام بالجيش؟ أنا برأيي أنه الاصطدام بالجيش هو انتحار، لأنه ما حدا بيوقف معك بين الجيش وبين أي فصيل مسلح بلبنان كائنا من كان هذا الفصيل. نحن مع الجيش، كلنا مع الجيش. بس الانتشار بالمعلومات الصحفية بالملاحقة كان معروف أنه نعمل انتشار، هو مجموعات مناصرة لإله، مجموعات قريبة لإله، مجموعات تعمل معه، كان معروف أنه نعمل هذا الانتشار. المنطقة شو كان الهدف من هذا الانتشار؟ بمنطقة عبر أستاذ مرسال الأسير عنده مربع أمني أكيد مبين، وعنده مسلحين، حده كان في مسلحين، في شقق مسلحة، في إذن في مسؤولية مباشرة لحزب الله عما جرى قصدك تقول؟ في مسؤولية أساسية وأولى، وهي البداية كل المشكل بلبنان بهذا الموضوع، موضوع أنه يصير في ظواهر مثل أحمد الأسير أو مثل غير أحمد الأسير، هي سلاح حزب الله الذي هو الذي يدفع إلى تفشي هذه الظواهر، واللي بالأخير بيضطر الجيش يحط 20 شهيد ويحط 100 جريح بهيك ظاهرة. إنما بس أترك لك الكلام بعدين، بين الجيش وبين أي فصيل الموضوع ما بده مساومة، وحتى لو في أخطاء هون أو هون أو هون نرجع نحكي بالأخطاء بعدين
مع الجيش ومع الـ ومع الـ 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 الشرعية شرعية السلاح وليس مع مع أي فريق. طبعا الموضوع موضوع نقاش بين يعني مسألة, بس خليني بلش مع السيد معيد حمدان, معين حمدان عم الشهيد الجندي وسيم صالح حمدان. لمين بتحمله؟ عم نشوف صورة هيدي, صورة الشهيد وسيم وين هيدي؟ آخر صورة التقطتها أحد كاميرات الشارع بالمنطقة, آخر صورة التقطت له بأول المعركة. هاوي هذا قوي لعلي الإشارة. نعم, خبرنا شوي عن 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 وسيم, أمتى آخر مرة شفتوه؟ طبعا كان له حوالي يعني 3-4 أيام أخذ إجازة وراح على الخدمة. لما بلشت الأحداث بصيدا بلشت أسمع الأخبار مثل كل أهل ناس موجودين بالخدمة بأولادهم بالجيش. طبعا بلشنا بلش القلق يعني عنا, لحتى حوالي الساعة 9 تبلغنا من أحد ضباط الجيش باستشهاده. يعني كيف شو تبلغتوا عن طريقة اغتياله؟ استشهاده انه هني لما حاولوا يعني ما فهمنا تفاصيل, طبعا الجيش ما بيعطي تفاصيل الدقيقة, لكن انه بمحاولة مثل كلنا شفنا يعني محاولة يعني انهاء حالة احمد الأسير. تعرض لإصابة, واللي أنا شفته يعني إصابات كلها كانت نوع من التقنيص, لأنه أنا لما كنت بمستشفى العسكري وشفت إصابة وسيم وإصابة أغلبية كيف كلها يعني هو جيته بصدره رصاصة واحدة, رصاصة واحدة بصدره, يعني هذا بتدل يعني أنه نوع من التقنيص يعني. طيب هون في نظرية, خليك معي شوي, في نظرية أستاذ حسن بتقول أنه التقنيص ما كان بس من مجموعة الأسير, يعني حنقول القراءات اللي قريناها حتى بجريدة المستقبل بعض المصادر الصحفية انه مجموعات حزب الله ايضا مارست من بعض الشقق كانت مسيطرة عليها عملية القنص. شو صحة هذه المعلومات؟ في نقطتين بدي اقوله. النقطة الاولى هي بالسياسة, يعني قبل بدي اعطي ملاحظة صغيرة, الاشتباك ما صار بس بعبرة, الهجوم على الجيش بصيدا صار بكل شوارع صيدا وبكل أحياء صيدا اللي فيها تواجد لأنصار أحمد الأسير. الاشتباك صار على حاجز عبرة مباشرة, بداية الاشتباك صار هوني, لكن كان في انتشار, بداية الاشتباك صار هوني لحركة أمل وحزب الله بكل الشوارع. هلا أنا صراحة بحس إنه هذا إنه إذا بدنا نشتبك بهذا الموضوع أمام دماء هؤلاء الشهداء. هؤلاء الشباب والشهداء اللي بكل الأحوال. لا بس كمان أستاذ علي لازم نحكي الأشياء لأنه احتراما لشهادات هؤلاء. أنا ما عم بشتبك, بس عمول حتى الجيش عم بيأكد هذا الموضوع إنه الجيش رسميا عم يحكوا كل مصادره الرسمية المأذون لألا وغير المأذون لألا إنه الاشتباك بدأ بعبرة, ولكن انتشار جماعة الأسير وإطلاقهم للنار صار بمعظم شوارع صيدا, وهذا الشيء شفناه على الـ LBC بالحلقة الخاصة نهار الاثنين أو الثلاثة. هيدا أولا. ثانيا بالسياسة بالعادي نحن بنعرف أنه في قوى أو جهات سياسية بتحاول تمارس انتهازية وتسرق انتصار. بس أول مرة بشوف قوى سياسية عم تحاول تسرق هزيمة. يعني في فريق بالبلد يلي هو تحديدا تيار المستقبل عم يتعاطى, يعني هلا استاذ علي يعني مش بحاجه لشهاده مني, بس كثير بقدر اللي عم بيقولوا انه عن موضوع دماء شهداء الجيش وضروره أكيد. عدم الدخول باشتباك منك بحاجه لشهاده مني اكيد بهذا الموضوع, ولكن تيار المستقبل من اول ما صارت الجريمه لليوم يتعامل كما لو ان جريمه عبره لم تحصل. لا كيف لا لا مش هلا هلا سمعنا السيد بهية شو حكيت التنين, سمعنا الرئيس سعد الحريري شو حكي, بس حتى وصل فكرته يا استاذ علي, بس حتى وصل فكرته اول موقف لي زعيم السنة بالبلد اسمه سعد الحريري زعيم تيار المستقبل حبيبي زعيم الأغلبية السنية بالبلد, معليش بالانتظار عبالة ما ترجع صناديق الانتخابات تثبت العكس, زعيم الأكثرية السنية بالبلد عطى مش بس ضوء أخضر, الغطاء والوقوف خلف الجيش صحيح. بهذا الموضوع بدون أي لبس, وهذا بردنا لنهر البارد وبردنا للدنيا سنة 99 رئيس الحريري. إذن إلقاء ظلال الشك أنه طيار مستقبل مغطي لا. في أمر واقع لا. حتى اليوم لم تصدر أي إدانة واضحة عن تيار المستقبل لأحمد الأسير ولظاهرة أحمد الأسير. يقال دائما إطلاق النار الذي حصل على الجيش, ظاهرة أحمد الأسير
الأسير خلقها حزب الله. أحمد الأسير طلع على كل شيء اسمه جون أف كندي اغتاله. لا 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 حزب الله. حزب الله هو المسؤول عن تفشي كل هذه الحالات، عن تفشي الغضب، عن تفشي السلاح. هو يوزع السلاح في كل مكان، وهناك سلاح، هناك مناطق تتسلح خوفا من حزب الله. يا استاذ علي، تيار المستقبل على بعضنا وما نخبي الحقيقة. تيار المستقبل حتى اليوم لا يزال حتى اليوم يغطي ظاهرة أحمد الأسير من خلال التجيش الشعبي والطائفي والتصرف كما لو انه مهزوم. بالنسبة لحزب الله في مراكز عملية القنص، في شتان لحزب الله، صحيح، في شتان لحزب الله، في شتان لحزب الله ومنازل لناس بحزب الله. بعد الاشتباك الأول بعبرة تعرضوا لهجوم من قبل أنصار أحمد الأسير، هيدا يلي صار من أول، يعني بأول يوم بعد حوالي ساعة من بداية الاشتباك تعرضوا لهجوم، واليوم شفنا شقة حزب الله اللي سلمها للجيش. بس انه كل هالوقت كيف محروقة. بس انا بنهاية المطاف نحن كمشاهدين ومتابعين اليوم بس شفنا اخلاء الشقق، نحن صرنا نقول انه عمليا كان ما هو حق. انا ما كنت عم صدق بعض الاحيان لاحمد الأسير اللي كان يقول في شقق، كنت اقول انه هيدا نوع من التحريض، نوع من اختلاء العدد، بين انه الشقق موجودة وقائمة. في شقتين موجودين منذ ما النار على بيت بهية الحريري ورفيق الحريري بمجد اليوم. في رصاصة مين هذا الأسير اللي اطلق النار من تلة مارلياس وقوص عليها ب 23؟ من تلة مارلياس، من تلة مارلياس، لانه ما سمعت تصريح انت وكلام الست بهية قالتها بكلام الناس، ما بتكذب. قالت بكلام الناس التصريح اللي الست بهية الحريري لما سئلت عن الاشتباك قالت بننتظر التحقيقات، لما نجاب سيرة الرصاصة اللي ببيتها جزمت انه حزب الله. بس بدي اقول ملاحظة هون كتير مهمة بموضوع مجد اليون. جماعة الشيخ أحمد الأسير انتشروا في مجد اليوم، مش صحيح. والجيش اللبناني اللبناني قتل اثنين من مسلحي أحمد الأسير في منطقة مجد اليوم، يلي هن يا بدي أقول لك أسمائهم، مش صحيح. محمد بركات ومحمد عثمان، أعطيني أسامي محمد بركات ومحمد عثمان، حدا سوري زيتون وحدا فلسطيني شعبان كمان وحدا فلسطيني، هودي اثنين والجيش بيقدر يكذبنا يا أستاذ علي. هودي الجستين انجابوا من مجد اليوم على أحد مستشفيات صيدا. خليني أرجع، خليني أرجع. والأربعة قتلة من حزب الله اللي هلا بقول لك كيف قتلوا، بدي اقول لك كيف قتلوا معين كمان رواية جديدة. يا استاذ علي خليك معي، هذا السؤال علي بيك، علي بيك هذا السؤال. انت والاستاذ حسن رجعوا، بدي ارجع بس لانه يعني بدي انطلق من شيء اللي عم بتقولوه. استشهاد وسيم واستشهاد الي، يعني قدام هذه تحميل المسؤولية، انتوا لمين بتحملوا المسؤولية؟ يعني مع احترامي للأساتذة طبيعي، يعني احنا عم نعمل نقاش لانه في حدا لازم يتحمل المسؤولية. صراحة اذا هذا النقاش يعني بده يضل يدور بهي الطريقة، نعم، ساعتها نحن بنكون حزينين اكثر طبيعي على دماء شهدائنا. يعني مع احترامي للنقاش اللي عم بيصير، مش كرمال هيك استشهدوا. كرمال شو؟ استشهدوا كرمال لبنان، كرمال بقاء وحدة البلد. يعني إذا ما نضل كلام وكلام مضاد ما رح نصل لنتيجة. نحن اللي منطالبه بأنه الجيش يبسط سلطته بكل المناطق اللبنانية وعلى كل الناس، وما يكون في خطوط لا حمر ولا صفر ولا خضر ولا كل هيدي الأقاويل اللي بتنقال. يعني نحن كنا نتمنى ابننا وسيم يستشهد بالجنوب ضد العدو الإسرائيلي، يعني مش بسيطرة. كتبوا السؤال لذلك شو بتقول للسياسيين؟ مع العلم على كل حال نحن بنقول انه كل واحد ترتفع باروته بوجه الجيش اللبناني ما بيقل عدوانية عن العدو الإسرائيلي. مثل مين يعني؟ أحمد الأسير؟ كل الناس. حزب الله؟ كل الناس، لا كل الناس بدون استثناء. طيب خليني أرجع لك، نبيل حداد جاي تحكي باسم عائلة الشهيد إلي نقولة وبي مرته. وبي مرته، حضرتك بي مرته كمان. أكيد. معنا بعد شوي على التليفون والد الشهيد، يعني نقولة رحمة. قدام هذا النقاش لمين بتحمل مسؤولية استشهاد إلي؟ لكل واحد بيخون هالبلد ولكل واحد بيشرب من بيره بزد فيه حجر. مثل مين يعني؟ رح أعطيك رأيي بالصراحة. نعم. وعلنا وعلى الكاميرا، أنا ضد كل واحد بحط شليموني بظهر بيه وبمصله دم وليموت. وبعض الأشخاص عم نقنيهم بلبنان بيأكلوا مثل القرطيلة بظهر بيهم لحتى اللي يتفرطعوا. يعني أنا بالنسبة لإلي بنتي إيه؟ إلى عروس انا غصيت لانه انا بيا للبنت وبعدنا صحيح في عنا عزا صحيح، وانا بشكرك وبقدر هذا الحضور. انا بحمي اول شيء انا دمي للجيش، انا عندي 3 شباب بقدم دمي للجيش اللبناني، انا مع الجيش، انا بفتخر بسهره اللي مات بطل، ما مات لا مات حرامي ولا مات سراء ولا حدا داعمه من برا. انا مات ضد كل عدو ضد لبنان.
مات بفتخر بلبنان بالجيش اللبناني، وخاصة مع احترامي لكل الجيش ولكل القوى الأمنية، خاصة لفرج المغاوير، لأنه فرج المغاوير كل ما حدا هز العصب لبنان بينزل فرج المغاوير. بفتخر أنا بالعميد شامل روكوز وبشوف حالي فيه، وإن شاء الله أنا عمري أكثر من 52، أنا بطلب من جيش اللبناني أي معركة أي واحد بلبنان بياكل من صحن وبيبزق فيه أقل شيء يطلب أنصار. نحن مستعد، أنا علنا بنزل أنصار للجيش اللبناني، أنا وعائلتي كلها وبنوب عن عائلتي كلها. في عالم كتير عم تاكل بلبنان وما عم تتعب برزقها، عم تاكل ومعروف كيف عم تاكل مصاري، ومعروف كيف عم بتطعمي هيلا. مش مثل حكايتنا مثل إلي رحمة، عريس ب 850,000 بعده لهلأ ما مسجل جوازه، بيطلع بياكل عروس مرتديلا ليطعمي مرته تيشوف حاله. إلي رحمة أنا بفتخر بهيك سهر عندي، بفتخر فيه. إلي عاش عندي خطيب 7 أشهر وأخذ بنتي خطيفة، بفتخر فيه مع أني ما كنتش راضي عنه، وبشوف حالي فيه، والله بيشهد على كلامي وبحلف 100 يمين أنه عندي إياه أغلى من أولادي. الله يخليك. وإلي رحمة بطل على فكرة، بتقدر تسأل المؤسسة العسكرية مثل اليوتنام بصعب، واحد عم بدافع عن الأسير، واحد عم بدافع بدر عن مين. أنا شو جاييني مثلنا شاب 22 سنة، بدي أسألك سؤال، اليوتنام بصعب يموت تفنيس هيك؟ اللي معروف مين بيكون اليوتنام بصعب، أنا ما عم دافع في أهليته بدافع عنه، صحيح. بس أنا بشوف حالي فيه كونه جاري من سن الفيل، وكونه بفتخر فيه بالجيش اللبناني، وبفتخر بأي إنسان، وبفتخر والله يرحم كل الشهداء، يروح يشوفوا بيه للمرحوم، يشوفوا أمه، يشوفوا بنتي 3 مرات بالمستشفى، واسألوا بمستشفى مار يوسف ممنوع تخلي المستشفى، ممنوع، وبالقوة مش بالخاطر، بالقوة طيلعتا كانت بمستشفى الأرز بأحد الدكاترة بالواسطة، أخذناها على البيت. ليش هلأ يعني بعد هالحالة اللي بعدها لهلأ؟ نعم. بنتي مريضة طبعا، المصاب طبعا كتير صعب وكتير كتير كتير كبير، يعني الله يقدم لها الصبر. بدي أسمع والد الشهيد إلي رحمة، أولى رحمة حج عود بسلامتك. الله يخليك يرحم والديك. يعني لمين بتحمل مسؤولية استشهاد إلي؟ أنا أول شيء بحمل مسؤولية لتيار المستقبل. ليه؟ دغري. وأنا بتحمل كل المسؤولية على الحكي اللي بدي أحكيه، عيد هن اللي عملوهن، هيدول جماعة طلعوا منهم، هاي شتلة طلعت منها زرديعة هيدي، لو ما هن زرعوا وطلع منهم ما وصلنا لهالموصول اللي هلا هن وصلونا إياه. ابني شهيد ومحروق، وعم بحكيك من قلب محروق، وهلا لو حدا بيجي وبشوف امه كانوا بيقولوا يعني الوضع شو ما احكي. انا مش قاعد على التلفزيون شوفك استاذ مرسيد، انا هلا برا عم بظهر، ظهرت على الشارع، حتى الام تاعيته الصبي ما تسمع الحديث. هذه المسؤوليه الكبيره اللي بحملهم هي، يعني هدول الجماعه طلعوا شكل من هالذريعه هيدي، وهذا اللي صار. انا ابني يعني اذا بقول لك اذا البرغشه بالليل بتهدي عليه بتفيني امه بتقول لي قوم هدي البرغشه عليه، يعني هذا الشخص مش بدي ما حاش فيه اعبرك اكثر من هيك. يعني هذا الشخص الوحيد اذا شفت انت عرسه، بديش اقول لك جنازته، عرسه كنت بتعرف شو المحبة اللي له من كل الجنوب، من كل المنطقة، من لبنان كله. هل اليوم اجاني وفد من بشري قريوا على التلفزيون انه الشهيد البطل نقول رحمة، اجا الوفد من بشري عزاني. نعم. فهيدي انا قديش هلا لقيتها كبير وعرفوا البطل اليه، هيدي قديش بدي افتخر فيها. بس يا ترى هل موجودين هدول اللي عملوا هالفتنه هيدي؟
شو المصير اللي احنا ما نعرفه نحن؟ بس هذا المصير اللي لهم، بده يصير فينا زي ما صار فينا بنهر البارد، لنروحوا على الحبوسه نكمشوا ونروح على الحبوسه، وبعد شهر وشهرين هرب فلان وهرب فلان وهرب فلان. طب مين في وراهم هدول؟ هالسياسيين اللي وراهم يا خي، شيلوا ايدهم عن الجيش، شيلوا ايدهم عن المؤسسه، ما هي ما حاش في غيرها. هالبدله هيدي ما حاش في غيرها بكل لبنان، ما حد في غيرها هي اللي بعدها. يعني بدهم يفرطوها، بدهم شو بدهم يعني؟ بدنا نعرف كل اللي بدهم. شكرا أولى، عوض بسلامتك ورحم الله كل الشهداء. يعني بعرف انه صوتك يحمل الكثير من الوجع، الكثير من الغضب، ورحم الله لي، وطبعا عوض بسلامتك. بتشارك بهذا النقم اللي قاله معين؟ يعني بتحمل ايضا تيار المستقبل الشيء اللي صار؟ لا، انا بحمل كل الجهات، لانه نحن ما فينا نطلع، يعني ما فينا نشوف مشهد. نعم، بدنا نشوف المشهد كله سوا. نعم، كل ما كتر السلاح بلبنان، وكل ما حدا طاول على الجيش، كل ما ضعف هذا الجيش. نعم، فنحن ما فينا نحمل المسؤولية لجهة معينة، نحن لازم نحملها لكل الجهات اللي سببت. نعم، كيف طلع أحمد الأسير أو غيره؟ ما إجا نتيجة سلاح تاني كمان، إجا على البسكليت. بالنهاية نحن اللي عم نقوله إنه ما فينا نشوف المشهد من ناحية واحدة، بدنا نشوفه من كل الجهات. خلينا نكون مع سلاح واحد، هو سلاح الدولة، هي اللي بنطالب فيه نحن. أستاذ علي، أنا بحترم يعني قدام اللي كلام اللي قاله، بحترم آلام والد الشهيد، وما بقدر أقول أي شيء، هذا وجهة نظره. هو بيحمل المسؤولية لتغيير المستقبل. أنا ما بوافقه، لأنه هلا شرح لي ليش نقل على الموضوع السياسي. إيه بس أنا لأنه بالموضوع السياسي، بالموضوع السياسي، لأنه في هذا الانطباع. يعني سمعنا بعض التلفزيونات في لبنان كانوا إنه هذا شيخ الأسير هو تربية بهية الحريري، علما إنه أنا بعرف إنه رأي بهية الحريري أسوأ، غير هيك تماما. أكثر مني ليش هلا عم يحاولوا يبرقوه من جريمته للشيخ أحمد الأسير؟ إذا سمح ليش لحد هلا تغير المستقبل وإعلامه؟ لا أبدا، مش صحيح انه حزب الله وحزب الله بيحاولوا يهينوا الجيش بخلال القول بين حزب الله شارك بالقتال. انه حزب الله مش بيحاولوا يضيعوا، بيحاولوا يضيعوا الجريمه. شو رايك بس خليني اكمل بس؟ تفضل علي. اليوم الجيش، طلع بيان صريح واهاني للجيش القول انه حزب الله شارك بالقتال. لا، حزب الله، اذا بتريد خليني بس جاوب. اذا سمح تفضل علي بي. اول شيء عم بيحكي الوالد الشهيد عن نهر البارد. نعم، نهر البارد، تذكروا يا ناس نهر البارد، لما نحن فتنا بنهر البارد 14 اذار وفتنا ورا الجيش ما كان عنده طلقه لما بلش نهر البارد. مين جاب الخرطوش ومين اشترى الخرطوش؟ اذا سمحت خليني اكمل. ومين جاب الهليكوبترات؟ مين جاب الازايف من الامارات الفرنسويه والامريكان؟ بمين؟ من ورا مين؟ من ورا حزب الله ولا من ورا الخط الاحمر اللي عمره السيد حسن نصر الله؟ خط احمر على الجيش وعلى المخيم. لا، حط خط احمر وطلع بخطاب خاص بهذا الموضوع. مش رح دافع عن السيد حسن نصر الله، بس نفس العبارة بهذا الموضوع. الجيش خط أحمر، أنا بلشت كلامي يا أستاذ حسن إنه بين الجيش السوري، نسيت الجيش السوري، بين الجيش السوري هو اللي خلق، هو اللي خلق الجيش السوري اللي يوم بعد قذائف ومازوت ورصاص للجيش اللبناني. فتح الإسلام هو ربيب الجيش السوري، هو ربيب المخابرات السورية. هذه حالة مخابراتية سورية، أنتم بتعرفوها أكثر من كل الناس. ما تعدوا يعني انتم الاعلاميين تبعوا الفريق الاخر على كل اكيد. اذا لما الموضوع بيتعلق بالمخابرات السوريه والنظام السوري اللي عمله نواب ووزراء عظمه، انا ما عملت شيء حبيبي، السوري حبيبي انا ما عملت شيء، واللي كانوا اصدقاء شي مع بهجه سليمان وغيره انا ما عملت شيء، بيعرفوا هذا الامر. مين كان اصدقاء مع بهجه سليمان؟ لا، قل لي اياها هلا. مش بعض الاعلاميين ب 14 اذار؟ لا، مين؟ قل لي مين هن الاعلاميين؟ في اعلاميين بال 14 اذار كانوا شو كانوا قالوا ندموا على دوره السابق. على كل مش انا لا، ما قال عنك. طيب شو بس فيما يتعلق بهذه القراءه، انا برايي هذه قراءه خاطئه تنهدي الموضوع ومن بدد هذا الموضوع الاساسي اللي هو شهاده هؤلاء. اولا ما حدا عم يبرئ الاسير، ما حدا عم غطى الاسير. اول ناس سارعوا الى الوقوف خلف الجيش، مش الى تغطيه الجيش، خلف الجيش، هو 14 اذار، تيار المستقبل، سعد الحريري. اكثر من ذلك،
كل مشكلتنا يا حبيبي خليني أكمل يا كل طبع. مشكلتنا بالبلد نحن كل مشكلتنا ومعركتنا بالبلد ونضالنا بالبلد انه يا حبيبي بتحب الجيش اعطيه سلاحك للجيش بتحب الدولة اعطيه سلاحك للدولة ما بدنا جيشين بدنا جيش واحد ما بدنا ميليشيات بدنا جيش ونحن بدنا قانون امبارح الشيخ محمد يزبك بيقول كلنا وقفوا ورا الجيش واحترموا القانون بدي يسألوا الشيخ محمد يزبك اي قانون قانون شو زميلك بالتيار بتيار المستقبل اللي اشرف ريفي يطلب من قاده المحاور بطرابلس يسال المستقبل قال له قالوا علاقه فيهم قال انا بون عليهم وقال هودي ولادنا وقال بنحضنهم ما قال هيك ما له علاقه فيهم ابدا مش صحيح رح توقف لا لا ما قال هيك بدي 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 اشكر بدي اشكر سيد نبيل حداد بدنا نقدم لك تعازينا من جديد بدنا نشكر سيد معين حمدان على هذه المشاركه تعازينا ايضا من جديد بدي توقف مع بريك اعلاني بعد بريك علاني استقبل عينة اخرى من اهالي الشهداء وبستقبل الوزير مروان شربل من بيته بالحازمية ونبدأ المحور الثالث ببريتيل التي تكللت بالحزن على شهيدها بلال علي صالح تقرير لناريمان شليلة بعد بريك الاعلاني مع عينة من اهالي الشهداء. الجندي الشهيد بلال علي صالح ابن بريتيل قضاء بعلبك خدم المؤسسة العسكرية 5 سنين قبل استشهاده عن عمر 27 سنة بلال يتيم الأم فتبنت تربيته خالته واليوم استشهد بلال وترك علي وسارة الرضيعة أيتام الأب أمه متوفي محترم حنين الأم هلأ أولاد احترموا حنين بيون يا الله يا الله بيبلو هاي الدولة وين الأم تحصل هلأ هاي بتهرب بيا الطفل البريئة يا ده مسلم الأسير الكلب الوسيخ يا حق يا عيلي يا بيري تحصل حقك يا سارة أنا محل أمه شو بدي أقول بدي أقول له الله يسهله الله يكون معه شهيد البطل كل يوم يروح لعنده يقول له يا تقبلني ذربي لك حالك قولي قولي الله يا خالد أنا في ده جيش لبنان بس بقول للأسير اللي زبط عليه الله رايته يشترم وليده مثل ما حرم وليد بلال لو إنه زلمي كان بيضل ويقف عجراي خي مؤمن خي أنا مفتخرة في إنه شهيد عنده صبو بنت مش حرام يربو أيتام ما في شيء بيعوض عن حنين الأب حتى الدولة مش عارفة تاخد لنا حقنا شو بدها تعمل يعني حقنا عند الشيخ حرام نقول له شيخ عند أحمد الأسيف وبطلب علنا من قيادة الجيش والعماد جان أهوجي واللي بيعرفوا إنسان جليل وكريم بياخد لنا حقنا أنا بطالب قيادة الجيش تمسحوا للأسير وللغطاء اللي عم يغطيه هودي لا دمي ولا دين ولا ضمير من أي فئة هودي طبعا لحظات الوجع تكبر وتكبر استقبل من عائلات الشهداء المهندس بسام عبد القادر اخ زوجة الشهيد الجندي الاول رامي علي الخباز اهلا وسهلا فيك اهلا فيك عوض بسلامتك سيكون معنا بعد لحظات عبر الهاتف زوجة الشهيد فادية استقبل قاسم ادريس اخ الشهيد مجند بلال عبد الله ادريس اهلا وسهلا فيك والعوض بسلامتك الى جانب ضيفينا الاستاذ علي حمادي وحسن علي استقبل معالي وزير الداخلية العميد مروان شربل مساء الخير عميد مع الوزير أهلا وسهلا فيك مساء الخير لك ولضيوفك الكل مع الوزير أول شيء هل تقبل تسميتك الوزير الأسير يعني هذه الحملة عليك ألا تستحقها قبل حقيقة ما بلش بدي أحكي كلمة كتير في جملة مكتوبة بالمدرسة الحربية وكان ممنوع بوقتها نمرق مشي بهالساحة اللي مكتوبة قدامها الجملة لازم نحترمها مكتوب إن الشهيد يعيش يوم مماته لا تبكه فاليوم بدء حياته صحيح أنا حقيقة قد ما نحكي وقد ما نقول حيضل حرقة بقلب اللي توف بقلب اللي خسروهن بس العزاء الكبير لكل أهالي الشهداء أنه بركي دمهم بيرجع بيجمعنا كلنا ونرجع نتفق على كلمة وحدة وعلى خطاب سياسي واحد لأنه أنا اللي خايف ما يرجعوا
بسبب دم الشهداء ان نرجع نختلف ويكون خلافنا اكبر ويروح بلدنا الى المهوار اكثر من هو رايح. بس نحن مختلفين مع الوزير، ما بنضحك على بعضنا، ويعني امنيتك هي صلوات بس ما حدا عم بيسمع الصلوات. خلينا نرجع على السؤال، مع احترامنا لتمنياتك الحلوه، يعني كيف تقبل تتسمى الوزير الاسير؟ حقيقه ما بعرف كيف هالكلمه طلعت، الوزير الاسير. بعتقد انا يمكن الوحيد بهالوزاره مني اسير، لاني ما برتبط ولا باي جهه سياسيه، وهذا هو وهذا الفك الارتباط كثير مهم. ولو كنت برتبط باي جهه سياسيه ما كنت بقدر بعمل اللي عم بعمله هلا. طيب بس هون يقال مع الوزير انه هذا العنوان هو نتيجة اتصال ساخن تم بينك وبين دولة الرئيس الياس المر قبل فترة، واجت الفرصة المناسبة نظرا لوقائع ثبتت بالمقالة الصحفية ضدك امبارحة. اجى الوقت لحتى يتم محاسبة مروان شربل بعد هذا الاتصال الساخن اللي له علاقة بالعميد الياس البيسري، صح ام لا؟ لا، أنا ما صار في اتصال بيني وبين الوزير الياس المر أبدا. ما صار في اتصال، وما بعتقد، وإن شاء الله ما يكون هذا هو السبب. بس في شيء منه يعني المشكلة إنه هلا ما بعد ما عرفت الحقيقة، لأنه أنا تفاجأت بهالموضوع. بس بعتقد إنه الوزير الياس المر ما له علاقة بهالموضوع هذا. أنا عم ببحث عن السبب، ووقت اللي بوصل للحقيقة مش رح استحي رح أقولها. طيب بس إنه يعني حملوك مسؤولية ترك الأسير يسرح ويمرح جنوبا، ليش ما كنت حازم بموضوع الأسير مع الوزير؟ نهار بعثت له ورود، نهار حملت له شموع، نهار عنقته، يعني صحيح ما أكلت معه سمك، بس ليش ما كنت معه حازم، تركت الأمور للتفاوض معه بالتراضي؟ استاذ مارسيل، رح احكي كل شيء، مش دفاعا عن حالي، دفاعا عن الحقيقه. لانه ببعض المحلات بشعر انا وقت اللي عملت وزير انه مرات اللي بيكذب بيصدقوه، ومرات اللي بيحكي صدق بيكذبوه. نعم. انا ما تعودت بالمدرسه الحربيه اللي ربينا فيها واللي خدمنا المواطنين 40 سنه الا اني حافظ على القسم اللي قلته، والقسم اللي أنا حتى لو طلعت على التقاعد له معنى كبير. أستاذ مارسيل، هو بيقول: أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي كاملا حفاظا على علم بلادي وزودا عن وطني لبنان. أنا لن أتراجع عن هذا القسم، وأولى التقدم بهذا القسم هو قول الحقيقة شو ما كانت تكون مرة. أنا أول شيء بتذكر أول لقاء اللي شفته فيه للشيخ أحمد الأسير كان بأدار 2012، وقت الكل بتتذكروا المظاهرات اللي كانت قسم مع مظاهرة كانت مع النظام السوري ومظاهرة كانت ضد النظام السوري، وكانت أصعب مرحلة وأصعب مظاهرة نهار اللي دعا أحمد الأسير لمظاهرة على بساحة الشهداء، ودعا حزب البعث العربي السوري بمظاهرة مضادة مقابل بعضهم. والمعلومات اللي اجتني اجتني معلومات خطرة جدا، راح يصير في قتال بين اثنين ويمكن يروح في قتلة. انا هون حقيقة نسيت اني وزير داخلية، ونزلت على ساحة الشهداء كضابط سابق بقوى الامن الداخلي. هيك كنا نشتغل، كنا ننزل على الارض. وبعتقد قمت بواجباتي وفصلت بين اثنين، وسهرت يومتها بحدود الساعتين. نعم. بالتنسيق مع الاجهزه الامنيه اللي كانت موجوده، وصلنا لوقت انه كان الخطاب للاثنين خطاب مقبول، ما كان خطاب متشنج. تفرقوا الجهتين من وراء وجود وزير الداخليه على الارض. أنا ما رحت بوقتها، هيدي أول شغلة، ما رحت بوقتها لحتى أتعرف أو لحتى أسلم على الشيخ أحمد الأسير. الشغلة الوحيدة اللي أنا حكيت فيها مع أحمد الأسير
وهون لما حط الخيمة وقطع الطريق. أنا نهار اللي حط الخيمة تاني يوم عرضت الموضوع بمجلس الوزراء وقلنا وأنا قلت مفروض تنشال الخيمة لأنه أنا عندي الخبرة الأمنية إذا طولت وبهالظروف الأمنية الصعبة وبهالظروف الطائفية اللي إحنا عم نعيشها قلت ما مفروض تبقى الخيمة لأنه مع الوقت الخيمة بتاخد غير مجرى وبيصير إلى غير معنى وبيصير تتطور وبعدين بيصير في فئة من الشعب اللبناني بيوقف مع الخيمة وفئة من الشعب اللبناني بيصير ضد الخيمة. خلينا نشيل الخيمة لم يوافق بوقتها. نعم. هلأ أنا بعرف ما بعتقد المشكلة مع لو سمحت معالي مع الوزير الاستاذ الاستاذ حسن علاق بده يطرح عليك شغله قبل ما تتابع. تفضل استاذ. خليني كفي بس لانه لحتى دائما يقولوا انه الوزير شربل حامي الاسير والوزير شربل ملهم الاسير، يعني انا صرت قديس بعد شوي وراح اعطيه البركه على طول بس لانه عنده استضاحه استاذ حسن بهالنقطه. تفضل الوزير. المشكله هي منا انه حضرتك انه معاليك التقيت الشيخ احمد الاسير او انه مين ما كان التقى الشيخ احمد الاسير صار متهم، ولا انك حكيت معه، ولا انك سعيت لفتح الطريق. المشكله اللي هي بتحمل مسؤوليتها حضرتك بصفتك ممثل للسلطه التنفيذيه انه احمد الاسير اول مره طلع بده يعمل فتنه بالبلد من وراء هذه خبريه الالعاب اللي بتقوس، وتاني مره من وراء رايات عاشوره ومن وراء صور على بيت حدا بالتعمير بصيدا، وتالت مره نزل تهجم على الدرك وقت اللي وقفوا له ابنه، ورابع مره صاروا جماعته وجماعه فضل شاكر يضربوا الصيدويين بالشارع. مش عم بيسمعك الوزير بقى انقطع الاتصال. باي حال يعني انقطع الاتصال تمشي هلا في يسمعنا على التلفزيون بس بعتقد كان رجلجو بهالوقت. انا بدي اتوقف مع بسام عبد القادر، يعني حضرتك شقيق زوج الشهيد جندي رامي علي خباز، لمين بتحمل مسؤوليه استشهاد؟ هلا في بالدرجه الاولى انه قبل كان في مخطط مثل نهر البارد. نعم. بصيدا تفرجينا يعني صورته بس. نعم. ايه كيف يعني؟ يعني نفس شاكر العبسي اللي صار بصيدا انتقلت، عفوا شاكر العبسي اللي صار على نهر البارد انتقلت لصيدا. يعني المخطط نفسه يعني كيف يعني الجماعات اللي هي تكفيرية اللي هي كفرت الجيش اللي هي واجهت الجيش اللي هي ضد الدولة اللي هي يعني مجموعة زعران مثل ما نسميهم بين قوسين، يعني بيدعمهم نائب أو سياسي معين. صارت كل ما واحد مثلا طلع يعمل مشكل صار الجيش مستهدف، يعني صار الجيش يعني العسكري بيطلع حمايته انه وظيفته حماية الامن ويكون يأمن الامان للشعب خصوصا الشعب اللبناني. صار الجيش مستهدف من كل المطارح، يعني بيطلع واحد على رأيه مدعوم سياسيا لأي جهة كانت. طيب عائلة يعني عائلة رامي لمين بتحمل مسؤولية قتل رامي؟ صراحة عائلة رامي يعني بتشد عيد الجيش ما أكثر ولا أقل، يعني ما أنا من حازة لحدا. يعني بتقول أنا يعني سمعت منطقين، المنطق بيقول إنه ثمت شيء أساسي له علاقة بظاهرة الأسير هي حزب الله، ومجموعة تكفيرية اسمها الأسير هي المسؤول مباشرة أكيد الأسير. نعم. يعني مسؤولين مباشره لمن اطلق النار لمن اطلق لا ابدا مش طير مستقبل لمن اطلق النار على هؤلاء بالاول واللي فات بالاشتباك، بدل كان ممكن يطلق النار ويقتل العسكريه ويعلن استسلامه ويقول انا بستسلم وصار هالخطا الكبير وهذا وبدي اتحمل نتائجه، ما كملوا فاتوا بالاشتباك، ما حدا بيغطي وما حدا غطى. أما استاذ علي أما في ناس بدنا نحكي بالسياسي طلعوا هو محق بس اذا بدنا نحكي بالسياسي لا مش حد مش صحيح اذا بدنا نحكي بالسياسي لا مش صحيح لا مش صحيح عم بقول مش صحيح قراءه خطا حتى عطلاء تيار المستقبل قالوا قراءه خطا استاذ مهاجم مشنوق اساس المشكله احترام الجيش ما تبعت 5000 مسلح على سوريا قدام حواجز الجيش احترام الجيش سلم سلاحك للجيش احترام الدولة نزال تحت القانون تحت تبع الدولة مش فاتح دكانة وهذا دخلك 3 أيام يا أستاذ مارسيل 3 أيام
الليلة كيف فايتين ببعضهم عائلتين فات الجيش ووقف العالم بالليلة فات الجيش ووقف العالم بالليلة شو عمل؟ فات الجيش ووقف العالم بين المتقاتلين لأنه ممنوع غير صحيح لأنه وقف العالم هلا بسمع هلا بسمع تعليق الوزير شربل حول هذه النظرية لكن المسؤولية الأولى هي سلاح حزب الله هي سياسات حزب الله هي كل ما يفتعله حزب الله بنهر البارد حزب الله حط خط أحمر عم تحكوا عن نهر البارد حاش تعملوا بروباغندا حط خط أحمر وهددوا اجا كل السلاح مش مزبوط من سوريا سوريا الجيش السوري امتين بلش يبعث خرطوش للجيش اللبناني بعد حوالي 30 يوم لما انكشفت القصه صحيح. ولما انعملت لما انعمل خليني ديل على السلاح ما تقولوا لنا ما تقولوا لنا بس بعد السلاح الجيش قال هيك بالمؤتمر الصحفي اللي عمله سألوا وزير الدفاع مين كان وزير الدفاع هذيك سألوا الياس المر كم قديش كم أزيفة مدفع كان عنده كم أزيفة دبابات لا معروف الجيش ناتجوا الجيش من سوريا الجيش اخترع وقتها الجيش اخترع المتفجرات من 92 حاكمين مش صحيح مش حاكمين ولا شيء مش حاكمين ولا شيء يا استاذ علي في مجال تجاوبني على سؤال أنا ما بدي جاوبك أنا عم بحكي وجهة نظري هي إنه بحثوا بأساس المشكلة الروس عرضوا علينا ما بدها أسير ما بدها هيدا خلينا كل الناس تسلم سلاحها حزب الله ليش ما بيسلم سلاح الرئيس سعد الحريري في تكفيريين أسير تكفيري ليش سيد حسن نصر الله مش تكفيري ليش الذين اغتالوا رفيق الحريري والأربعة المتهمين بيسرحوا بيمرحوا بقهوة الضاحية وعلى طريق المطار هول مش تكفيريين هول اللي نعملوا القديسين كيف يعني ما بدك جاوبك اللي قتلوا وسام حسن مش تكفيريين مين اللي قتل وسام حسن مين الأسير قتلوا لوسام الحسن ما بعرف بيقتلوا التحقيق انتوا بتعرفوا مين اللي قتلوا لا انتوا اللي بتعرفوا أكثر لا انا بعرف وانتوا بتعرفوا انا بعرف انه انتوا بتعرفوا انت بتعرف اكثر لا هذا خطير لحظه هذا اتهام امني هذا اتهام امني شو انتوا بتعرفوا انتوا بتعرفوا كثير فريقك بيعرف تماما انتوا بتعرفوا كل الاغتيالات انتوا يا اخي انت فريق كل الاغتيالات بالبلد بلشت على يد فريق واضح كل استهداف للمؤسسات الأمنية على يد فريق واضح كل هجوم على الجيش حقيقي فينا نحكي اللي بده يحط الجيش فوق راسه ويقعد يزايد على الطرقات ويعمل مظاهرات للجيش خلي يسلم سلاحه للجيش خلي يقول أنا تحت الجيش وتحت القانون أنا أول واحد ونحن فريق أول واحد عزيز. رح نسمع منطق الوزير شربل على رد على هالكلام بس جمهورنا طالب بسلاح قلنا له ممنوع سلاح جمهورنا طالب بالقتال ضد حزب الله قال له ممنوع نحن مع الدولة نحن مع مشروع الدولة نحن مع الجيش مع المؤسسات من 1992 لليوم شو عملتوا لمشروع الدولة اجوا الروس عملنا اكثر بكثير من كل المعرقلين عملنا اكثر بكثير من كل المشاكسين عملنا اكثر بكثير من كل اللي قاعدوا يتفلسفوا كل الفترة هذه استاذ حسن اجوا الروس ونحن دفعنا بدي اترك مجال للوزير شربل ما معه كثير وقت معنا غيرنا هو لا لانه لما بيكون في اتهامات بهالخطوط لوضع شهداء الجيش لوضع شهداء الجيش برقبة فريق بالبلد اللي هو حد دميته كرمال الدولة حد دميته كرمال الجيش لا هيد ما بينسكت عنا ما بتتمرق هيك رد استاذ حسن لانه بدي اسمع الوزير شربل ما معه كتير وقت معنا بدي اتابع معه مسألة يعني التحريض عليه بهاليومين لانه بدي اسمع كمان قاسم شو رأيه بهذا الموضوع تفضل في عنا حادثتين رئيسيتين حادثة عرسال من كذا شهر وحادثة الشيخ أحمد الأسير جريمة عرسال وجريمة الشيخ أحمد الأسير نهار الأحد بالجريمتين تيار المستقبل يغطي المجرمين تيار المستقبل بيطلع بوجه الجيش وسائل إعلامه واضحة بوجه الجيش مش صحيح بالمقابل في طرف آخر أنا مش هون لدافع عن حزب الله بس بالمقابل في طرف آخر كل القصة من 93 من مليون منك شايف إلا منك شايف من 93 خليني كمل لا 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 طبعا ما مش صحيح هالشيء طيب ليش لا طلع لحين الجيش وقال انه المستقبل هو عم بيعارض هو عم بيشتغل ضد الاساسي لقيام الدوله هو فريق واضح مين هو عم بيكفروا لا مش صحيح تيار المستقبل عم بيكفر الجيش ايه نعم تيار المستقبل عم يخلق مناخ ضمن بيئته لا مش صحيح ضمن بيئته الطائفيه ضمن بيئه جماهيره تسمح اليوم تمنع اليوم بتعرف اكثر شهداء الجيش بنهر البارد سقطوا من الشمال من الشمال من الشمال الموالي لتيار المستقبل ونحن حملناهم طيب. قدمنا قبل ما ارجع للوزير شربل معلش خليني لانه ما بدي اخر وزير شربل بترجيكم نحن حملنا النعوش قاسم قدام هذا النقاش خيك مات شهيد لمين بتحمل مسؤولية دمه؟
اولا بدي اعزي قيادة الجيش، وثانيا بدي اعزي قائد الجيش. وفي عندي امي الماما والبابا وصوني بشغلتين، انه اولا اعزي قيادة الجيش بحر التعازي. هي خليني اشوف صورة هي هي وبي طبعا. نعم الله يرحم. الله يرحم. نعم هيدا الشاب العريس. قلت لي لمين بدي احمل المسؤولية، كونا له أم وباي هن اللي تعبوا عليه واللي وصلوا لهون. كمان أنا كمان هيدا ابن دولة، ولما بدي اشلح وبلش ألقي التهم على بعض الأطراف اللي ما بعرف شو هن ولمين بينتموا من وين اجوا وكيف صاروا ما بعرف. هيدا السؤال بتركه برسم قائد الجيش. بس سمعتك عم يعني عم ممتعد من كلام الأستاذ حسن. كيف يعني؟ يعني حسيتك مش موافق على كلام الأستاذ حسن. هلا انا لو بتمنى لو كنت انا بغير هيدا المجال ممكن كنت فيني احكي، فيني احكي رايي، عرفت علي كيف؟ بس بتحس تيار المستقبل له علاقه بهالقصه؟ لا ما له علاقه. لا ولا يمكن يقولوا هيدا نعم ولا حرض على الجيش ولا كان ضد الجيش يعني. لا بالعكس، تيار المستقبل هو من بيطلب حمايه الجيش وبناء المؤسسات وبناء الدوله وتحت سقف الدوله. طيب شفت لي شي مرة شي مرة حدا مثلا من تيار مستقبل طلع فوق سقف الدولة او مثلا انه حرض على شي مؤسسة او على فريق؟ طبعا لا، حقه بهالبلد شريك، مثل ما الطرف الاخر بده يعيش شريك كمان من حالنا نعيش شركة كمان. يعني لبنان مش لفريق معين ولا لا طائفة معينة، خلينا نترك الطائفة بقلب البيت بقلب المسجد بقلب الكنيسة يا خيي. برا انا وياك اخوه، بتعبد شو ما بعبد ما عندي مشكله، انا وياك بهالبلد فريق بدنا نعيش. نعم طالما بنحمل هويه لبنانيه ما حدا بيقدر يزيد على الثاني. قاسم بسام تفضل، شو بدك تقول؟ في عندي تعليق بس على الاخ اللي قاله. في ناس من عكار نواب او سياسيين، يعني بتمنى انا الدوله ترفع عنهم حصانه. مثل مين؟ ما فيني سمي بالاسامي. ما قول ما فيك تقول يعني نواب او استاذ مرسال، انت بتعرف وفت بنقاش بهذا الموضوع. الزلمه يخليه يرجع بهذا الموضوع. يعني لما نائب شوفي لما نائب عفوا بدويه عفوا بدويه لما نائب بيقوص على الجيش او بيقوص على الدرك وهذا بيضل الحصانة عليه وما بيطالع عن معين المرابي. ما بعرف انت بتعرف بس انا معين المرابي وخالد ضاهر لما طلع يسب الجيش حد احمد الحريري واقف حد. انا ما عم بتهم حدا، بس انا صار الجيش مستهدف. يعني انا اذا كنت مدعوم سياسيا وراء نائب سياسي اي شخص معين، بيجي بعمل مشكل مع الجيش بروح 3-4 قتلة ايه، وبيجي يوم يومين بطلع من الحبس. ليه؟ مع الوزير برجع لك، يعني ما تاخذنا على المشكلة مظبوط مشكلة تقنية. ايه يا أستاذ بدي ارجع للوزير. هلا بنرجع لكم مع الوزير. يعني بهالنقاش يعني تحميل المسؤولية، في حدا عم بيحكي عن دور تيار المستقبل، في حدا عم بيحكي عن الأساس اللي هو له علاقة بقيام سلاح حزب الله اللي تسبب بكل هالموضوع. انت نتيجة معينتك على الأرض لظاهرة أحمد الأسير شو هي؟ استاذ مرسال، اذا حقيقه بده يكون النقاش هيك، اول شيء المواطن ما رح يستفيد، ثاني شيء رح يزيد حزن الشهداء على هالموضوع هذا، ورح نترحم بالاخر على البلد لانه اذا بقينا هيك ما رح يبقى بلد. بكل صراحه خلينا نستغل النجاح اللي حققه الجيش اللبناني امبارح ونستفيد من دم الشهداء اللي صار. بكل صراحه ما بعدين تنقلب القصه ننقسم بعدين ضد الجيش وقسم مع الجيش. طيب بس هل الجيش هل هذا الجيش معالي الوزير قام بهذا الانجاز وحده؟ لانه قلنا من امبارح واليوم عم نقرا عن دور لحزب الله في هذه العمليات. طبعا حضرتك وزير امبارح انفيت بمؤتمرك الصحافي، ولكن كل المعطيات الامنيه والعسكريه اللي طلعت امبارح واليوم بويب سايتات بمقالات صحفيه بتحليلات امنيه تتحدث عن دور لحزب الله في التعمير في الطريق الساحلي في تلة مارلياس وغيره، بالقيام بعمليات انتشار عسكري بإطلاق النار، بالقيام بعمليات عسكرية إلى جانب الجيش بمساعدته. ما بنعرف، لا مش إلى جانب الجيش ولا بمساعدته، زعرني وبس على حسابهم فاتحين الجيش. عندك هذه المعلومات أستاذ مرسال؟ أنا الجواب الوحيد اللي بقول لك إياه بهالموضوع
ليش بدنا نتهم بعضنا ونقول حزب الله او مش حزب الله؟ في تحقيق جاد هلا وفي تحقيق مستلمه القاضي صقر. خلينا ننطر التحقيق، وانا بتمنى يكون التحقيق شفاف وواضح وكل واحد له علاقه يتهم. بس بالوقت ذاته انا بقول لك انه الجيش اللبناني ما بيقبل لك اهانه بحق الجيش اللبناني اذا حدا ساعده، بس اذا حقيقه في حدا اشترك مع الجيش اللبناني لازم التحقيق يظهر الموضوع. طيب هون الاستاذ علي حمادي اول ما بلش يحكي هون قال اطلق النار على الجيش، حتى الاستاذ علي جهل الفاعل، هلا بيطلع معه انه انتحار حزب الله زعرت، حزب الله تعرض لهجوم في صيدا واستنفر. لا 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 اذا بدك نراجع الحلقه كل شيء مش صحيح. قلت لك اللي اطلق أوكي. النار جمعت الاسير هولي شو المرة الثانية بالمرة الثانية بالهد عم يعمل لي تحليل نفسي هلا اوكي حزب الله صحيح استنفر بكل صيدا وأول وطلق النار بـ23 وبالبيسابنات وبالهواوين. خليني كمل يا أستاذ عبد. تاني شغلة تيار المستقبل أنصار تيار المستقبل فاتوا عبيوت الناس تيار المستقبل شاركوا بالاستنفار جماعة الإسلامية شاركوا بالاستنفار ما في مسلحين لتيار المستقبل الميليشيا اللي بنوها التكفيريين ما في مسلحين لتيار المستقبل لو بده تيار المسلح خلوني ارجع للوزير يا شباب انا عم بقول لكم يا استاذ الوزير ما معه وقت بدي استفيد من بعض الاسئله استاذ علي انت واستاذ حسن خليني اخلص مع الوزير لانه عنده ارتباط وسحبناه من ارتباطه بليز مع الوزير بدي ارجع لك بموضوع علاقتك باحمد الاسير يعني بارحة عم نقرأ وعم نتابع نحكي عن دور عماد الأسدي الفلسطيني اللي هو صديقك بنقل الرسائل بينك وبين أحمد الأسير شو هي العلاقة اللي بتربطك بهيدا رجل الأعمال الفلسطيني بنقل الرسائل بينك وبينه أستاذ مرسال ما تركتوني كفي ما مشان هيك أنا كنت بسؤال واحد خلاتكم حكيت كل شيء الأستاذ عماد الأسدي أول شيء منه صديقي ولا كنت بعرفه الأستاذ عماد الأسدي اتصل فيه رئيس الحكومة وقال لي في شخص جاي عم بيتفاوض اسمه عماد الأسدي عم بيتفاوض جاي من قبل أحمد الشيخ أحمد الأسير حول إزالة الخيام الموجودة على الطريق نعم قلت له أهلا وسهلا فيه تلقيت أنا وياه جايب لي شروط أنا رفضت الشروط أنه حتى تنشيل الخيام أنا رفضت الشروط هلأ من 5 شروط بقيت على شرط واحد هالموضوع بآخر شيء حمل الشرط وبعد يومين رجع وقال قال موافق أنه تنشيل الخيام ما في مشكلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء وكلف وزير الداخلية أنه يشيل الخيمة نعم. رحت لهونيك رغم أنه أنا كنت حاسس أنه يمكن يكون الأمن الوزير معرض للخطر وكان في سلاح موجود هلا يمكن بيطلع الواحد بيقول ولو وزير داخلية لهونيك وكيف رايح وفي سلاح أنا عم بحكي الحقيقة أنا بدي خلص البلد من مشكل لو بقيت الخيام لهلا ما كان يمكن كان كنا رحنا بأكثر من 100 قتيل ومن 200 قتيل ويمكن اشترك ساعتها مش بس حزب الله كانت اشتركت الفعاليات السياسية والفلسطينيين كمان موجودين بالمنطقة كانوا اشتركوا بمعركة إزالة الخيام ووصلنا لمشكلة يمكن أدى إلى تطور كبير بلبنان انزالت الخيام وتحملت المسؤولية وعضيت على الجرح ومن وقتها أنا بقدر بقول لك أستاذ مرسال لا حكيت مع أحمد الأسير ولا شفت أحمد الأسير طيب ليش هالحملة عليك أستاذ مروان؟ وقت اللي صارت الحادثة بتشرين الثاني نعم مرة ثالثة وقت اللي صارت الحادثة بتشرين الثاني وقتل 2 بصيدا واحد من بيت العزة والثاني ما نسيت اسمه اللي من بيت العزة بيو مؤهل ثلاثة اللي قتلوا يوم ثلاثة اثنين ثلاثة مزبوط في مصري ما كنا نعرف من هو أنا حقيقة ما قدرت وصلت له بس 2 اللبنانيين واحد من بيت العزة بيو مؤهل أول بقوى الأمن الداخلي وبنته بتشتغل بوزارة الداخلية أخته بتشتغل بوزارة الداخلية وهذا المؤهل أول من أطيب مؤهلين يمكن أنا مني متعرف بقوى الأمن الداخلي بـ40 سنة على شخص مثل هالشخص هذا طلب مني رئيس الحكومة لحتى نخفف من المشكلة ومن الوطأة ومن التشنج اللي صاير بهداك الوقت أخذنا
مساعدة اجتماعية من الهيئة من هيئة الإغاثة ورحت عزيت الأهالي. طلعت الخبرية إنه أنا عزيت الشيخ أحمد الأسير. أنا ما بستحيل باللي بعمله، أنا رحت عزيت الأهالي، ما شفت أحمد الأسير. وأنا وراجع حولت على مستشفى الرسول الأعظم. نعم. كان في اثنين من حزب الله منصابين كمان بالحادث، وسلمت عليهم وقعدت عندهم، وبالنهاية شفت انه صحت في واحد كمان كانوا شايلين له الكلوة لانه كان منصاب وكمان كان ما له علاقة بالموضوع. فاذا اللي صار هودي الاشياء اللي صاروا يلي من وقت لهلا يمكن تصرفات الوزير مش عاجب البعض، ما بعرف شو الاسباب، لقواس على الوزير ما بعرف شو الاسباب، بس انا اللي بقدر بقوله ان الوزير لابس درع قد ما تقوسوا عليه ما بيصيبوه. بتمنى لما نبلش الوزير يقوس تكونوا انتم لابسين الدرع لانه بيصيب الوزير والوزير ظابط. مين ناوي تصيب؟ لوقتها منشوف. لا بس هالحملة مين وراها وشو الهدف؟ في حدا بده يعمل وزير داخلية محلك؟ في واحد بده يعمل رئيس جمهورية محلك؟ شو؟ الكل ياس المر عينه على الوزارة بعده. لك أنا ما فيني أقول اتكهن، بس أنا بقدر بخبرك أستاذ مرسيل لأنه عندي الإمكانيات أعرف شو السبب، وعندي إمكانيات أعرف كيف توصلت هالأمور. مش بس إحدى الصحف، كمان تناولتني إحدى الإذاعات وتناولتني إحدى التلفزيونات، وحق بالآخر شيء صرت أنا شفيع الشيخ أحمد الأسير. يعني عيب هالكلام ينحكى عن وزير داخلية، أنا شفيع لبنان. أنا رحت على طرابلس وشلت الخيام من طرابلس. نعم. وأنا رحت على اليموني وفتحت الطريق باليموني ونزلت على الضاحية وقنعت بيت المقداد يفتحوا الطريق، ورحت على اخطر محلات. يمكن اللي بده يجي وزير من بعد مني رح يبلش من هالمستوى هذا، ما بعرف اذا بيقدر يقلع مثل ما انا قلعت. بقى بدل ما يشكروا الوزير على الاعمال اللي عم بيقوموا، انا بتمنى عليهم ما ياخذوا الوزير بعين الحسد، وياخذوا الوزير. انا لا طالب وزاره ولا طالب رئاسة الجمهورية، أنا طالب أسس مؤسسة لأولادي. أنا ماني حابب علامة ابني إنه يطلع إني أهجر ابني أو أقول له روح اشتغل برا، وكمان أولادكم نفس الشيء. إذا بدنا نبقى بهالعقلية يا أستاذ مرسيل ما رح نوصل لنتيجة. أنا عم بحكيك بكل صراحة، في شغلتين، إما البلد رح يروح على الخراب وعلى الدمار من وراء الخطاب السياسي اللي نحن فيه، أو البلد بنقدر نخلصه وبأسرع وقت ممكن. أنا فضلت المرحلة الثانية إني أقدر خلصه حتى لو على حسابي الشخصي، ومني متردد ولن أتردد وسأبقى هكذا. مع الوزير النقطة الساخنة اللي حتنفجر، لأن أنت معودنا دائما على الصراحة، النقطة الثانية اللي بدها تنفجر وين؟ لأنه أنا بدي أقول لك شيء، أنا رح أقولها على العلن، نحن بجلسة خاصة من شهر قلت لنا، كنا أنا ومجموعة إعلاميين ومجموعة أصدقاء، قلت لنا كلكم عم تحكوا بطرابلس الانفجار القادم سيكون في صيدا، وحصل الانفجار القادم في صيدا. اليوم أنا أعرف أنك لديك من الجرأة ما يكفي لتقول الانفجار التالي أين؟ أستاذ مرسيل ما انتهى شيء، إذا بقينا بهالعقلية ما انتهى شيء بصيدا، وحقل لك ليش. نعم. وبكل صراحة في كثير مش قبلانين انه يكون في صلح، بس اللي بيطمن انه العقلاء بالطائفة السنية والعقلاء بالطائفة الشيعية لن يرضوا ان ينهار البلد. في طابور خامس بتسميه بدك اياه. انا اللي مخوفني اكثر شيء هلا استاذ مرسيل، والمعلومات عنا اياها وراح احكيها وما يخافوا العالم، بس اللي مضطر اني احكيها لانه الخطاب السياسي المتشنج يمكن عم نلتهي بنكيات لبعضنا. انا خايف من اغتيالات، خايف من سيارات ملغومه، خايف من عبوات ناسفه. اذا بتسمحوا ما حدا بيقدر يوقف ويوقف هالاعمال الارهابيه الا الوقوف صف واحد. حاجه بقى نلتهي بمشاكل وبخطابات سياسية والخلاف على شو؟ على سلاح حزب الله. نتفاوض نحن حزب الله، منلاقي استراتيجية، مش مشكلة
منا بس الخلاف انه نختلف على سلاح حزب الله، انه معه سلاح انا بدي يكون معي سلاح، اثنيناتنا بنكون عم نجر البلد على الخراب. انا ما راح احمل سلاح، واذا حزب الله معه سلاح انا راح اقول له بدي اقعد انا وياك على فرط طاوله وتحاور في استراتيجيه دفاعيه. الدوله اقرت من الحكومات السابقه الجيش والشعب والمقاومه. خلينا نرجع نبحث بهالموضوع ونشوف كيف بتكون، كيف بيكون الجيش وشو دوره، وشو بيكون الشعب وشو دوره، وكيف بتكون المقاومه وشو دورها. بالنهايه في وصل لحل رئيس الجمهوريه وهو اعلان بعبده، وبعتقد الكل وافقوا وهيدا مخرج. طب كيف بدنا نالف حكومه؟ انا بدي اسال كيف بدنا نالف حكومه اذا بقنا معندين على الجيش والشعب والمقاومه؟ قسم بده جيش وشعب ومقاومه، وقسم ما بده. قسم بده تلت معطل، وقسم ما بده. وقسم بده هالوزاره، وقسم ما بده. طب بدنا نبني بلد ولا ما بدنا نبني بلد؟ اذا ما بدنا نبني بلد خلينا نكن نضلنا على خطابنا اللي موجود، واذا بدنا نبني بلد نقول لا معليش خلينا كلنا نتضامن ونتحالف مع بعضنا. ما بيصح غير الصحيح، لحقين نختلف مع بعضنا، لحقين نختلف ونتحاور على الخلاف. ما في أهي منه أن ندير الخلاف، لأنه ما يحدث في سوريا حاليا سيأتي قريبا إلى لبنان، وستنتهي القصة في سوريا وستبتدئ في لبنان. وسيبتدئ ابتداء من الوجود النزوح السوري في لبنان، لأنه في قسم منهم لن يرجع إلى سوريا. لا بس كتير صريح انت الليل كتير. هلأ اجاني مساج من احد المشاهدين العزيزين علي واللي هو صديقك كمان، بيقول لي كتير في صراحة الليلة بالحلقة، بقى خوفتنا كتير بقى. استاذ مارسيل انا خفت، انا عم بحكيك، انا الاستاذ حسن بحبه من قلبي ودايما بقرأ له، والاستاذ علي هو بيعرف، بس خفت من الحديث بين اثنين عم بحكيك جد، عم بحكيك جد، انزعجت جدا. 14 مخطية بمحل و8 مخطية بمحل، ما حدا قديس وما حدا مغلط على طول، اثنيننا مغلطين بحق لبنان، اثنيننا مغلطين بحق المؤسسات، اثنيننا مغلطين بحق إعادة بناء الدولة. من سنة 75 لهلا بعد ما بنينا دولة بسبب الخلافات اللي نحن وصلنا لها. طيب معليك سبق وكنت أول واحد قلت ما في انتخابات، في حكومة أو ما في حكومة؟ إذا بقينا هيك آخر حكومة بتكون بلبنان وآخر رئيس جمهورية كمان، وإذا بقينا هيك سيكون آخر رئيس جمهورية في لبنان، رح أحكيك بكل صراحة. لك شو الوزير العظيم؟ أعطاك 500 موشي لأطلع بكرة يعني بس مهم. يعني استقبلتنا قطر كتر خيرها وانتخبنا رئيس جمهورية وعملنا قانون انتخاب وعملنا انتخابات وقلفنا حكومة بقطر. هلأ بطمنهم ما في دولة رح تجمعنا وتقلنا شرفوا، ما في خلصنا إلا نحن. ليش ما بنعمل اتفاق بنسميه اتفاق بيروت، اتفاق بعبدة، لك يا عمي اتفاق عكار، اتفاق الضاحية، شو المشكلة؟ وأنا حقيقة هون بقول، أنا بقول وبدي أحكيك بكل صراحة خي مرسال، أنا رح أحكي بكل صراحة، أنا أدعو دولة الرئيس سعد الحريري أن يعود إلى لبنان ويضع يده مع حزب الله. مع مين؟ لتأليف حكومة. طيب عم بترشحوا للاغتيال يعني؟ مش بعيد عن الناس. عم بترشحوا للاغتيال يعني؟ لا ما أبدا أبدا أبدا. خلينا نشيل عقلية. الرئيس سعد الحريري أدعوه أن يعود إلى لبنان. الحزب الله ليس ببعيد عن التوافق والاتفاق بلبنان، وانا بعرفهم وبعرف الشيخ حسن نصر الله اكثر. يمكن انا طلبت موعد وعدت انا وياه نص ساعه، قعدت انا وياه 3 ساعات ونص. انا شعرت فيه، هذا الانسان الطيب، هذا الانسان الودود، هذا الانسان المحب الى بلده، وما عم بحكي لاحكي لسمعه. وانا بقدر بقول لك لن يهدئ الوضع الا بمجيء دولة الرئيس سعد الحريري وبالاتفاق والتكاتف والتضامن بين اللبنانيين، وحتكون البداية بوضع اليد بين حزب الله ودولة الرئيس سعد الحريري. يعني هذا بيان ترشيح رئاسي.
لا 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 انا ما بريد حدا يجيب لي هالسيره. انا بتمنى انه هالكاس يكون بعيد عني. انا بتمنى ما حدا يسمعني اياه كثير. انا كثير مزعوج. الرئيس سعد الحريري الرئيس سعد الحريري موجه له تحيه عم بشوفك، وان شاء الله يكون تلقف هذه الدعوه، علما انه انا مني اكيد انه بيكون تلقف هذه الدعوه، لانه اخر شيء في اسباب امنيه كثير كبيره وخطيره، وانت هلا عم تحكي عنها تمنع الرئيس سعد حريري الله يوجه له الخير من العوده الى لبنان، وسبق انه مد ايده كثير للحوار وقدم كثير ورق للحوار وعاد خائبا للاسف. يعني يا استاذ مرسيل خليني اقول لك مع الوزير، لانه بدي اختم معك. نعم تفضل. لا لا ما تختم معي، انا بدي اختم معك. استاذ مرسيل خليني احكي هالكلمه. مو معروف لمن بيصير في وفاء على مجيء الرئيس سعد الحريري، اول من يحمي الرئيس سعد الحريري هو حزب الله والمسلمون والمسيحيون كافه، وما عادش بتسمع ساعتها بسلاح حزب الله، وساعتها بتضطر الاجواء وبقدر نحن انا بقدر بقول لك انه بنحط ايدنا ببعضنا كلياتنا وبنالف حكومه، ومن يمكن باسرع وقت نتفق على قانون انتخاب ونعيد بناء مجلس نواب جديد، وبنوصل على اول خطوه لبناء هالدوله. بس الدوله هي اللي بتحمي سعد الحريري، مش حزب الله اللي بيحمي سعد الحريري. انت خليتني اني احكي هيك. مع الوزير اخر كلمه، وين هو احمد الاسير؟ نعم ما سمعت. وين هو احمد الاسير؟ يعني انا مشغول بالي كثير حياه، بدي اعرف وين هو. مني عارف لانه شريكك. طبعا. مروان شربل اهلا وسهلا فيك، شكرا لك على هذه المداخله الليلة. بعرف انه نحن ظهرناك من ارتباط على امل انه الايام لا تاتي الا بالخير للبنان. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بدي اختم معكم شباب، يعني انا بعرف انه عم نشوف كنا صوره الشهيد بلال ادريس، وهو عزيز عليك كما عزيز علينا. بس إذا بتحكي لنا كلمتين عن بلال، شو؟ لأنه خير الله يرحمه قبل ما يستشهد إجا الهان في لحتين بياخذهم على الدورية لحتى يبدل رفيقه. نعم. قال له للشوفير بس انطني بس لحتى أصلي، يطلب من الله، صلى وطلب من الله وراح. في رفيقه الثاني كمان أمنه، قال له أمانة إذا استشهدت خلي أهلي بيتردوا علي. كان عنده هذا الشعور من الاستشهاد؟ نعم. صدقا حقيقة وعلى ما أقوله إن الله شهيد. شو بتقول لأهلك؟ الله يصبرهم والله يكون معهم والله يهديهم الصبر والسلوان. وللسياسيين؟ الله يهديهم. الله بيهديهم. ونتمنى كل السياسيين يكونوا على فرد قلبه رب، ونقول لهم ارحمونا، حسوا فينا، بدنا نعيش. التهوا بالمؤسسات، العالم ضاعت، العالم جاعت، في فقر، يعني مش صفر، ما دون الصفر، في بطاله كثيره. التهوا يعني خلوا امنونا لقمه العيش، ما بدنا اكثر من هيك. بدنا الشعب، نحن شعب مسالم، بدنا نعيش بسلام، بدنا نحمل شمعه وبدنا نحمل ورده. الجيش يعني انا قد ايه عمري؟ ما يقارب 40 سنه تقريبا. اذا الجيش بيقبل ياخذني انا على بكره بروح. صدقني نحن قدمنا شهيد على مذبح الوطن، وان شاء الله يكونوا اخر الشهداء هولي على مذبح الوطن، يلي ارض الوطن ارتوت منهم. الله يصبركم ويصبر عائلتك، وان شاء الله ما بتشوفوا الا ايام الخير. يا قاسم يا منهم، يا حكام، يا وزراء، يا سياسيين، يا عرب ارحمونا، يا عرب ارحمونا. يعني هودي اولاد ناس، هودي بالنتيجه اولاد ناس عم بيقتلوا بسبب خلافات اجنده خارجيه. استاذ نعم. انا بحب اعطي بس لمحه عن حياه الشهيد رامي خباز. استاذ باختصار شديد. نعم. رامي خباز خاض حرب مخيم نهر البارد. نعم. مع الشهيد كان رفيقه بس كان بفوج المغاوير، اسمه الشهيد رامي حمزه من الألمون.
علما انه الشهيد رامي حمزه استشهد بالمخيم ب 23/6/2007 الساعه 12 الظهر، وبقي الشهيد رامي اللي هلا هو شهيد بالجيش لحتى رجع المخطط نفسه اللي انعاد بصيدا، انتقل من عكار لصيدا. طيب ورجع استشهد هونيك بنفس التاريخ 23/6/2013 يعني بعد 6 سنين. والله يعلم، والمخطط الثالث مثل ما قال معالي الوزير يعني ما يعني اكثر من هيك. بعدين من حرب المخيم كان عنده احساس، كان قبل ما يخطب اختي وهو ابن خالتي بنفس الوقت، قبل ما يتقدم لاختي كان مهيئ حاله للشهاده، كان يسمي حاله العريف الشهيد. الله يرحمه، وإن شاء الله هذه الشهادة بتكون في سبيل الوطن، وطن أحسن، وطن أكثر استقرارا. شكرا لكم. رح أتوقف مع بريك، برجع للأستاذ علي والأستاذ حسن. تفضل. بدي أحكي أنه الشهيد الله يرحمه صار مجوز 40 نهار. لا 40 نهار صار له مزوج، قتل وعيلة طويلة عريضة. أنا بدي زيد شغلة بس كمان، الشهيد رامي خباز تزوج ب20/6/2011 واستشهد ب23/6/2013، عاش 2 و3 أيام. عنده ولد هلا اللي هو هيدا هادي، بسم الله الله يخليه، هادي خباز عمره 2 و3 أشهر. بعد قبل ما وقت اللي استشهد كان وقتها كان عم بيقول يا بابا أبا يعمل هيك. طيب هذا شو الله يعيشوا بدلالكم وبمحبتكم برعايتكم. رح اتوقف مع بريك اخير، بنتقل ببدايته لربورتاج نريمان من كفر زبد شهيد عبد الكريم الطعيمي، وبنختم طبعا اخر نص ساعه مع الاستاذ علي والاستاذ حسن حول المرحله المقبله، حكومي ام لا، وتداعيات ما جرى في صيدا على بقيه مناطق اللبنانيه. شرف تضحية وفاة 17 شهيد في ديو لبنان. خسارة المؤسسة العسكرية كبيرة، والخسارة الأكبر هي لدى أهالي الشهداء وعيالهم. الشهيد عبد الكريم طعيمة من منطقة كفر زبد البقاع استشهد عن عمر 29 سنة وترك أهله وزوجته وولدين صغار. أبوي مات في الوضع، أنا بدي يصير عسكري بداله، بحب الجيش والله يرحمهم كلهم، واللي قتل أبوي الله إن شاء الله الله يخدر النار. خبرنا على التلفزيون وكانوا أنه طلبوا فن، بس ساعة ما نهزان خبر ما ضبني الله يرحمه يا أختي. أطلب عواطي من الله، بلا لو حدا مثل ما تلوعت يا بنتي، بس الله يحمي هالبلد ويحمي الجيش لأهله، بس ما بدنا شيء، وابني ما تعوضني الله، أمر الله غلب كل أمر يا بنتي، هيك نصيبه. زوجة الشهيد غصت كلماتها بدموع الفراق، ومن وقت سمعها خبر استشهاد عبد الكريم انقطعت عن الحكي. هذا الصبي توفى استشهد في الجيش في المؤسسة العسكرية. أنا بدنا لبنان واحد موحد، ما بدنا الطائفية وما بدنا الفتنة، وهذا في دمه في الوطن، إن شاء الله يخلص البلد. دميت الصبي والله يرحمه ويرحم كل العسكريين توفوا معه. الجيش مع كل أسف عم يدفع يمكن أخطاء بعض السياسيين، لأنه إحنا عم نشوف السياسيين إما عم بيغزوا الفتنة، إما عم بيغزوا الحقد بين الناس، أو سياسيين ساكتين. رحم الله شهداء لبنان. طبعا عم تجينا مجموعة مداخلات لأشخاص من خارج لبنان حابين يعملوا أي شيء للتبرع لعائلات شهداء، من ضمن هؤلاء رجال أعمال في أمريكا، رجال أعمال في أوروبا. آخر هؤلاء الأشخاص اللي اتصلوا حاضرين يعملوا أي شيء هو رجل أعمال نيكولا شاتيلا من جنيف. نحن سنجد طريقة للتواصل مع قيادة الجيش في هذا الموضوع. أستاذ حسن، يعني لو كان فعلا تيار المستقبل مش مؤمن بدور الجيش، كيف كان تعتقد رئيس سعد الحريري باتصاله مع زميلتنا بولا يعوبيان على الهواء المستقبل أشاد بهذا الدور اللي قام فيه الجيش اللبناني، وحكي بالتمديد لقائد الجيش؟ يعني أول
شخص بيتجرأ بيفتح هذا الملف اليوم ما حكي مثل ما طرح ميشيل عون انه التقريش يعني هذا المنطق التقريش اللي عم يطرحه ميشيل عون اللي طبعا لا يليق بموقع قائد الجيش علي ماد اهوجي ولا بحجم التضحيات اللي نعمل فيه انه لما يكون مؤمن سعد الحريري لا شو قال عليه سعد الحريري طرح مسألة سياسية مطروحة على النقاش واكيد رئيس نبيه بري لما يكون مؤمن فيها ما سرع جلسات مجلس النواب صحيح اول شيء بدي اعتذر من أقارب الشهداء اللي كانوا هون لأنه اضطرينا نحكي سياسي بوجودهم لا هلا هل جايين نحكي سياسي جايين نحكي سياسي أنا عم بعتذر منهم نعم تفضل علي تفضل تفضل ثانيا اللي حريص على الجيش لما بيكون رئيس حكومة وبيجوا الروس بيعرضوا علينا سلاح وطيارات وهليكوبترز مش بيتخلى عن هيدي الصفقة مجانا لأنه الأمريكان اجوا طلبوا منه مثل ما بين بوثائق ويكيليكس بس ما هو راح هو الياس المر على روسيا تحكوا بينهم رجعت بينت وثائق ويكيليكس انه بعدين سيسن واجا ويلش على البلد وراحوا قعدوا معه مع الياس المر ليش ما كفوا فيها رؤساء حكومات اخرين او عهود مثل اخرى مين يعني مثلا مثل الرئيس نجيب ميقاتي ايه؟ لانه الرئيس نجيب ميقاتي كان ممثل غير معلن ل 14 اذار بالحكومه اوف بالحكم هلا صار هيك رئيس ميقاتي لا من الاول هيك ليش ما قبلوا لك يعني 14 اذار 14 أدار لأنه في عقل إقصائي عند تيار المستقبل تحديدا عند الرئيس سعد الحريري بيرفض تقبل أي شخصية سنية أخرى وأي رئيس حكومي تاني عنده الموضوع شخصي جدا ليش ليش قبل بتمام سلام هلا قبل بتمام سلام لأنه ما بده يرجع على البلد لأنه بيعرف إنه ظروف سياسية حاليا بتمنعه إنه يحكم هو عاجز عن الحكم حاليا فقبل بتسوية مع النائب وليد جنبلاط ومع الآخرين بثماني أدار طيب تفضل استاذ علي أولا مش صحيح إنه إقصائي ثانيا موضوع ديمقراطي جدا هو قال السعود التكفيري انا قطعتك لا 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 ما فينا نقول هلا قال من شوي عن السيد بس حسن نصر الله ما فينا اول شيء ما فيك هلا قال عن السيد حسن نصر الله تكفيري من شوي كنت بتناقشوا فيه بس ما فينا نحط ما فينا نحط دولي ومسؤولين بهذا ايه بس ما فيك يعني تورط البرنامج تورط التلفزيون بهذا الكلام قال من شوي عن السيد حسن نصر الله تكفيري فيك تناقش هذا الشيء خليني كمل جملتي اذا سمحت تركتك تكمل تفضل 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 استاذ ناطر تفضل علي بيك تفضل علي بيك اوكي اولا فيما يتعلق الله ناطرينه اولا فيما يتعلق بموضوع الرئيس نجيب ميقاتي الموضوع منه الرئيس نجيب ميقاتي الموضوع هو كل طريقه اسقاط الحكومه بالقوه وبالترهيب وبالارهاب وبقصه السلاح وبهيبه السلاح وبوهج السلاح واللي بدك اياه هذه نقطه ما كان في منه البروبليم مع نجيب ميقاتي ومع اي شخص اخر وتمام سلام ما اجى ما ما ما, ما مشينا نحن بموضوع تمام سلام لانه ما بدنا هيك وما بدنا هيك وما بدنا هيك مش صحيح مقتنعين فيه للرئيس تمام سلام وكنا منكون مقتنعين باي شخص بنفس ماشي وبنفس يعني قيمه هذا الرجل ووطنيته ومصداقيته الان خلينا نطلع على المستقبل قيادة الجيش رح يمشي التمديد لإلها ليش مشينا بالتمديد والجنرال عون رفض هذا الموضوع نحن مشينا مش لأنه لقائد الجيش لا محبة فيه ولا كرها بحدا بس هل من الطبيعي يقول قائد الجنرال عون أنه قيادة الجيش بيحكوا فيها المسيحيين هل قيادة الجيش حكر على المسيحيين 14 تيار مستقبل يقدر نعم. له تقدير لهذه القيادة لكن الموضوع اللي أهم من القيادة لأنه موضوع منه قصة شخص هو أنه رايحين على فراغ لأنه بكل الأحوال إذا ما صار في هذا التمديد رح نروح على فراغ بقيادة الجيش وفراغ على فراغ على فراغ بجسد البلد نحن هذا الموضوع اتفقنا فيه مع الرئيس نبيه بري بهذا الإطار النائب ميشيل عون ما بده هذا هو حر يعني هذه لعبة ديمقراطية بيطعن ما بيطعن هذا موضوع آخر له أسبابه الخاصة بس شو بيعمل هون بعلاقته بحزب الله اللي ماشي بالتمديد العلاقة بحزب الله عضوية أنا برأيي أنه ما يعني مش هادي بيقف عندها بيروح على أشياء تانية أساسية أكتر لكن إذا بدنا نطلع على المستقبل خلينا نشوف شو أساس المشكلة بالبلد أساس المشكلة أسير بعد بيجيك 20 أسير غير أسير بيجيك 200 واحد عم بيحكي عن قصة السيارات المفخخة الوزير ممكن كتير المشكلة إنه البلد مفتوح ليش البلد مفتوح لأنه هناك يا خي خليني لأنه هناك عم سهل عليك ما معرفة بسطواني يا أستاذ خليني لا أنا عبر على طريقتي إذا سمحت في أولا طبقية بالبلد في بالمواطنية في طبقية أي. هناك مواطن حزب الله هو فوق البشر وإله وقديس ومدري شو وبقية الناس كلهم
كلهم بالأرض بقوا قيمة برغش. هذا واحد، هذا واحد. اثنين، هناك سلاح مقدس وهو فوق قدسية سلاح الشرعية اللبنانية، وباستمرار يمارس هذه القدسية بين مزدوجين لأنه منه مقدس. هناك كذبة كبيرة، أكبر كذبة بالعالم من سنة 2000 لليوم، اسمها مقاومة بوجه إسرائيل. شفنا صاروا 5000 بالقصير وبي 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 وبيريف دمشق. ما بستغرب هذا الموقف. وبيريف دمشق وراح نضل الإسرائيلي وراح نضل الأمريكان دمروه وراح نضل. مش صحيح هالشيء، هيدي مش صحيح هالشيء. وسائل صديقكم جفري لا 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 أولا مروان حمادي قال لهم ما توقفوا الحرب لتدمروا حزب الله، وليد جبار قال لهم نفس الشيء. ويكيليكس اللي سعد الحريري، ويكيليكس التي نشرت في الصحف اللبنانية كانت مزورة أيضا. أكثر من ذلك، إذا كانوا هؤلاء صورة، إذا كانوا هؤلاء خونا، شو عم بيعمل بحكومة وفاق وطني كانوا دغري بعد الحرب؟ مين قال لك انه انا موافق معه لحزب الله؟ شو كانوا عم بيعملوا؟ سألوا لحزب الله كيف وافقوا؟ بدك تعلم مشاريع؟ ما فيك تعلم مشاريع حبيبي، خليك بهذه موازين. هذا تمثيل للناس. هناك فئة في البلد فوق القانون، فوق المؤسسات. نحن ماذا نطالب؟ نطالب لحظة يا أستاذ، أنا عم طالب، بدي طالب أن ويكيليكس التي نشرت في الصحف اللبنانية مزورة. أنا مش هذا اللي بهمني، أنا بهمني أهم من ذلك. مش هذا موضوع، اتهمنا بالتزوير. كيف الحكي؟ أنا موضوعي أنه هناك مطلب بسيط، في قانون، في دستور، خلي كل اللبنانيين يكونوا سواسية. ليش بنو سواسية؟ فرجونا كيف احترمت الدستور. ليش بنو سواسية؟ والقوانين يا عيني يا عيني، ليش بنو سواسية؟ ليش بنو سواسية؟ ليش مثلا في جيشين بالبلد؟ ليش؟ ليش؟ لأنه فريقك السياسي، فريقك السياسي بعطيه سلاحك للجيش، عطيه سلاحك، عطيه قرار الحرب والسلم. كيف تاخد قرار انك تطلع 5000 مصلى على بلد وتعمل حرب وتحتل المدينة وتفوت وتقتل نسوان وولاد؟ طب هذا ما بتعتقده سبب اساسي؟ شو اساس حسن؟ ما بتعتقده هذا سبب اساسي؟ ما بتعتقده ولد او مرأة قتلت برصاص حزب الله؟ خلي يجيب صورة واسم واحد، ما اسم حدا، خلي كانوا جماعة معارضة فكرة انتقال حزب بسلاحه الى سبقوه تيار المستقبل، ما عليه سبقوه جماعة تلكلخ، سبقوه بعرسال، سبقوه. طب هو حزب يعتبر حاله تيار المستقبل، ولا اتحدث عن بيئه طائفيه ابدا. ما تسمح لي احكي، ما تسمح لي احكي، منتفضه، ما تسمح لي احكي من خلال لانه الدوله ضعيفه. طيب هذه البيئه ضعفه، هذه البيئه انتفضت بهذه الطريقة. صحيح. نحن ضد هذا النوع من الانتفاضات، وضد هذا النوع من التصرفات. صحيح. وضد استخدام السلاح. صحيح. نحن ماذا نقول؟ شفناكم بطرابلس. نحن ماذا نقول؟ أولا طرابلس أنت بتعرف أكثر مني كمان. شفناكم بطرابلس. إنه تيار المستقبل ما له علاقة. لا بتعرف إنه تيار المستقبل ما له علاقة. خليني أرجع على. ولا 14 أزار. أستاذ حسن. النقطة الأساسية، في فريق من العام 2005 لليوم. ايه؟ يلي هو فريق 14 أدار. مين قال لك إنه هي النقطة الأساسية؟ أنا بدي أعلي. هذا الفريق فات بأول مغامرة بعد خروج الجيش السوري، فات بمغامرة تانية خلال العدوان الإسرائيلي، خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال 2006، راهن على أنه الجيش الإسرائيلي سيهزم حزب الله. فات بمغامرة عسكرية بتمويل من السعودية، أنشأ ميليشيا سنة 2006 و2007، وصلت الأمور لانفجرت بال2008، كمان خسر مشروع بعد مرة. هلأ عم براهن على الأسير وأشباه الأسير في وين راهن؟ لمواجهة حزب الله. وين راهن؟ أول أنا الله يرحمه وسام الحسن اللي كان صديقك، بعرف شو كان يقول وسام هذا الموضوع. يعني إذا وسام إذا كان ذراع أمني كنتوا تهموا لتيار المستقبل. أنا لإلي وأي لكثير من الأصدقاء أنه ظاهر أحمد قصير يجب القضاء. صحيح. عليها. كيف يكون هيدا صناعة تيار المستقبل أحمد قصير؟ أنا ما عم بقول صناعة تيار المستقبل، تمت رعايته بتيار المستقبل. كيف بتكون رعايته إذا كان ما بده إياه؟ بعطيك مثل، ما قلش اشرح لي يا أستاذ أبداً. يا أستاذ شو له مصلحة؟ اشرح لي يا أستاذ أبداً. يا أستاذ شو له مصلحة؟ أستاذ حاولوا يستفيدوا، شو له مصلحة تيار المستقبل اللي عم بيقول إنه أنا تيار معتدي؟ ليش بده يكبر تيار سلفي بهالطريقة ينقز منه الناس؟ شو حاول ليش؟ أول شيء تيار المستقبل بيستفيد منا بأمرين. أولاً ليجي يقول الخطاب اللي عم ينحكى هلا يلي هو إنه سلاح حزب الله مقابل سلاح الآخرين، هي واحد. اثنين، تيار المستقبل منذ لحظة خروج الرئيس سعد الحريري لليوم عم بيحاول يقول للناس أنا أو السلفيين
انا او الفوضى حق طبيعي اوكي اول فعمل لك كيف عم يستفيد منه ما عمل لك المشكل لكن اذا كان انا او السلفيين كيف بيكون هو صنع السلفيين ايه ما هو بده اياهم يكبروا للسلفيين الى حد ما ليهدد فيهم الاخرين عم تقول لي كيف بيستفيد من الاسرائيل عم بيستفيد من الاسرائيل مئات الاف الناس وبعدين بتقولوا انه فلان اللي هو عم يتسبب بهذا القهر يعني بيصير في اللعبة تبع الحكومة بيصير في هجوم سبعة أيار هجوم على الناس الأمينين العزل واحتلال بيروت لا مش أبدا بيصير في هجوم على الجبل صحيح. محاولة احتلال الجبل وقصفها بالهونات وكل الناس بتعرفها صحيح. بيصير في كل هالتعديات على العالم بكل الأحياء وبكل المناطق وبعدين بتقولوا فلان مسؤول لأنه هيدي بيئته ما هناك سبب ليش طيب ليش يا أستاذ حسن ترفض تشوف انه في سبب ناس عم تشكي طيب في مئات مين الاف الناس يا استاذ يا استاذ حسن لا موافقك في مئات الاف من الناس مين قال لك من مواطنيك لا انا موافقك بجزء اللي عم تقوله مين قال لك مئات الاف الناس من مواطنيك من اللي حاملين نفس جنسيتك واللي ربما كمان عندهم نفس صحيح. ناس بعلمك وناس اقل وناس اكثر بيقولوا انه نحن شكوانا بدنا قانون واحد بدنا سلطة وحدة بدنا مرجعية وحدة بدنا الدولة صحيح. وبدنا انه ما يكون في سلاح نحس حالنا انه جارنا اللي قاعد هون بيهددنا بيزعجنا لانه هذا السلاح سوف يأتي بسلاح اخر بس كلمة بس تقول خدها ببساطة بساطة العائلات الصغيرة ما بعرف اذا انت متزوج ولا لا والله. اذا كنت متزوج وعندك ولدين اذا بتفلت ولد وبتجننه بدك تجنن الولد العائلي اللي قاعد حده بالأوضة الثانية ما فيها بحث إذا ما بحثنا وفتنا على عمق الموضوع ولو لا وفتشنا على الحلول لهذا الموضوع وأنا ما عم بقول لا بسلاح ولا بالقتال ولا شيء ما عنا لا مشروع قتالي ولا مشروع سلاح كان فيه عم نجي نقول ما كان فيه كان عم نجي نقول بسبب واحد بموضوع واحد وبسيط حزب الله يجب أن يضع سلاحه تحت سلطة الشرعية تحت سلطة القانون تحت الدستور وتحت المؤسسات خليني انتقل على محلتين واحد وبس استاذ حسن الكلام الأمير سعود الفيصل البارحة سوريا باتت أرضا محتلة ولا صحيح. يمكن السكوت عن تدخل حزب الله وإيران صحيح إذا بدنا نقرش هذا الكلام على تعبير صديقك ميشيل عون اليوم في فخور في حكومة بلبنان أم لا في حكومة فيها حزب الله نعم أم لا شو معلوماتك عن لقاءات الرئيس سعد الحريري مع وائل ابو فعور وغطاس خوري في المملكه خصوصا وائل ابو فعور ما شاف الامير بندر بن سلطان شاف سعود الفيصل فقط نبلش من الاخر بتعرف كثير منيح انه لقاء الوزير وائل ابو فعور مع الرئيس سعد الحريري لم ياتي باي جديد على صعيد الملف الحكومي يعني بعدنا محلنا ما في يعني لا في طرف عم يتنازل من هون ولا في طرف عم يتنازل من هون حتى في محاوله لاستثمار موقعة الاسير مجزرة يعني كيف يعني؟ جريمة الأسير في بده في طرف بده يقبض الثمن بالحكومة وفي طرف تاني موقعة الأسير خلته يتصلب أكثر بمطالبه مين يعني تيار المستقبل بده يستثمر بده يحاول يقبض ثمنه بالحكومة يعني عم بيقول لهم لثمانية أدار إنه بالآخر بده يطلع يقول إنه أنا مرقت للجيش قصة الأسير هلا بده يقول هذا الشيء تنازلوا لي بالحكومة الطرف الثاني عم بيشوف حاله انه هو بسوريا رجع عم بيهدي وضعه النظام الجيش السوري عم يتقدم باكثر من محل بالداخل اللبناني ليش بده مستعجل يعني. فليش بده يتراجع بكل بساطه قراءتك موضوع سعود الفيصل المشكله بده يحكي بموضوع سعود فضل. بدك علق عليه سعود الفيصل اكيد يعني بصفته المسؤول الاول هو ونظامه عن قتل السوريين له الحق بمطالبه قتل السوريين طبعا مش نظام سوري هو الاول المسؤول الاول هلا هو صار مسؤول هو الممول الحل حاليا بسوريا مش عم بيمولوا عم بيمولوا وعم بيبعثوا مقاتلين ما بعثوا شيء حريت هلا المشكله عم بينقوا عليه ومش عم بيبعثوا شيء سوريا رئيسها هي الام تريزا مش البشر على كل ماشي الحال بكالكوتا بكالكوتا مش بهيدا ثانيا ارض محتله نعم الارض محتله عندما يكون هناك ظلم تصبح محتله عندما يشعر إنسان أنه مظلوم حتى لو كان مظلوما من أخيه أو من شريكه بالوطن بيشعر أنه محتل هذه نقطة خلينا نروح عليها على موضوع الحكومة المشكلة مش يا ريت لو السعودية بتشوف الاحتلال بفلسطين هذا مزيدات يلا قومجية
خلصنا منه. بس شو عمل شو عمل النظام السوري لفلسطين؟ طبعا استعملوا ورقه ورقه ورقتين ورقتين 82 لليوم استعملوا ورقه 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 ورقه. اسمه فوزي شو اسمه المعلق المهم اللي كان ايام الحرب 67؟ نعم. ايه شو قلت اسمه استاذ؟ المعلق تبع ال على كل خلينا تبع الإذاعة القاهرة. عرفته بس ما حدا عرفته. ها ما بدك تعطيني اسمه. اوكي تفضل. سعيد وشي فوزي سعيد اوجي. المهم اللي بدي اقول لك اياه انه موضوع الحكومة غير مرتبط اولا بتحصيل مكافآت على موضوع ما حصل في صيدا. ما حصل في صيدا هو خلص عملية جراحية وخلصت صارت. بدنا نستفيد من اللي حصل لنشوف كيف بدنا نلملم هالبلد وكيف بدنا نلملم الجراح، لانه هناك ما تزال هناك جراح بصيدا. هناك مسلحين لما يسمى سرايا المقاومه، ما ادري شو هالمقاومه، مقاومه بنص صيدا يعني ماني فاهمين ليش. على كلين وبدنا نستفيد لنشوف كيف بدنا نلملم هالبلد. اولا موضوع الحكومه يا استاذ حسن مش تحصيل مش تصلب او عدم تصلب، في نقطتين جوهريات. باتفاق الدوحه أرسيت قاعدة وقاعدة نحن يعني أحمد سعيد أحمد سعيد مرسي شكرا أستاذ حسن شكرك أستاذ حسن ملح مرياشي بعت لي أرسيت سابقة مرسي تانكيو ملح أرسيت سابقة أرسيت سابقة يعني غير معقولة. هي قصة ما يسمى بالثلث الضامن أو بالثلث المعطل أو هذا الوزير الملك اللي طبعا مع كل الضمانات شفنا شو صار. هذا امر مش ماشيين فيه ما رح نمشي فيه. اولا ما انه موجود بالدستور لنبلش. اثنين وهذا اللي لا احلى شيء جبران بيصير بيقول للسفير انه ما بدنا تضامن لانه حلفائنا ما مشوا معنا بالتعيينات. لا بيرجع ما تخاف عليه بيدبر حاله. اما النقطه الاهم من ذلك هي كمان كيف بدنا نتفق على وظيفه هذه الحكومه ومهمه هذه الحكومه وسياسه هذه الحكومه. سامع استاذ حسن؟ عم بسمع. يعني لا بس انه بيهمني انك تسمع شو هالوجهه النظر. وجهه النظر تقول وجهه نظرنا بتقول انه هيدي ثلاثيه المقاومه او الاسم الجيش الشعب المقاومه هذا موضوع مش رح يمشي فيه بقى يا استاذ علي. رح يمشي فيه الرئيس سعد الحريري بطريقه مختلفه. لا رح يمشي فيه. ليش ليش مش رح يمشي فيه؟ هلا بتقولوا تعودنا على الرئيس الاجواء بتقول تريس بتشكيل الحكومه بانتظار ما قد يدبره الله. لانه انتم بينين قواعد بينين بينين تفكيركم على قاعده انه فلان معه سلاح. انا بوافق معك باللي تفضلت فيه. بدنا نفتش كيف بدنا نبلد فيه. بس بدي وافقك لما بيكون لما نص الحكومه بس خليني كمل لك بس معلش عم اهلك علي. كيف بتعمل حكومه لما بيكون في فريق عنده 3-4000 مسلح قاعدين عم يخوضوا معركه اقليميه طويله عريضه تقعد معه نفس الطاوله بصرف النظر اذا الخليج او مش الخليج او روسيا او غير الخليج. كيف بصرف النظر؟ لا مساله اساسيه. شو له علاقه دول مجلس التعاون الخليجي عم تقول لك هيدا حزب ارهابي وانا بدي ابعت كل الناس بيشتغلوا معه؟ شو له علاقه؟ اليوم في ثلاثه بنيجيريا تم توقيفهم بيشتغلوا مع حزب الله. هذا غيب الفيض. هذا غيب الفيض. انه كيف لانه نيجيريا واذربيجان ومدري شو تبعوا البلغاريا ومثلث التهريب تبع امريكا اللاتينيه مثلث المخدرات تبع امريكا اللاتينيه. يعني احنا ما رح ما قدرنا نعمل حكومه وهذا. يعني ما في حكومه. انا برايي صعب كتير ولذلك الى مروان شرب الله. بس لا بس انه نترك هذه الحكومه انها هي قاعده عم تصرف اعمال وكانها حكومه تمارس بصلاحيات كاملة على الطريقة اللي ماشيين الوزراء. هذه شغلة مش معقولة. معي الأستاذ طارق شندب محامي الموقوفين اللي تم توقيفهم في صيدا. مساء الخير أستاذ طارق. مساء النور لك ولاد يوفك. يعطيك العافية تفضل. أول شيء بدي أقول لك أستاذ مرسال بما خص بصيدا. نعم. بدي أرجع على ملف عرسان اللي بترى أقوله ضيوفك. قصة صيدا أن هلأ حوالي 180 موقوف. اليوم استشهد موقوف في وزارة الدفاع تحت وطأة التعذيب اسمه الشهيد نادر البيومي اللي أخذ من بيته واللي رجع ميت عليه اليوم وتم تشييعه. نعم. هناك عدد كبير من الذين يتعرضون للضرب في الطرقات من قبل حواجز الجيش وشبيحة حزب الله وميليشيا أمل. هذا الأمر غير يعني أنا بدي أحكي بالقانون مش بدي أحكي بالسياسة. أكثر من هيك اليوم في جريمة صارت قدام جامع مسجد بلاد بالرباح. في جريمة كبيرة. كيف يتواجد وأنت محامي وتعرف أنه في أثناء التحقيقات في هذه الجريمة الكبرى كيف يتواجد عناصر لغير القوات الجيش اللبناني ولم يتم مسح مسرح الجريمة بعد؟
هل هناك من وضع هذه المتفجرات وقال أن أحمد الأسير أوجدها في مجمعه؟ هذا في ملف صيدا. أهل صيدا عم بيسألوا كمان يا أستاذ مرسيل مين اللي ضرب الصواريخ على منزل بهية الحريري والنقيب والصلاح صواريخ. ومين مين اللي نصب الصواريخ نعم. والمدافع قبل كتير أيام من مجزرة صيدا؟ بدنا نسألهم نفس الشيء أنه بنفس اليوم اللي صارت فيه قصة صيدا يا أستاذ مرسيل تم الاتفاق بين مسؤولي حزب الله ووجهاء العشائر في الهرمل على فتح طريق لبوة أرسال لعدم فتح جبهة ثانية مع أهل أرسال. هذا الشيء كله تم بنفس اليوم اللي صارت فيه قصة صيدا يا أستاذ مرسيل. نحن كنت بتمنى يا أستاذ مرسيل أن الشهداء اللي هن شهداء الجيش اللبناني اللي غادين على قلبنا اللي جبت منهم اليوم ناس ونحن نتضامن معهم، بس نحن في بلد في قانون. كنت تجيب كمان من الشهداء اللي سقطوا بعرسال خالد حميد، الشهيد خالد حميد عنده 9 أولاد أكبر واحد فيهم. هالحلقة أستاذ قبلك تروق علينا شوي، روق شوي لحظة. الحلقة عملنا الحلقة وهي الحلقة الليلة عن أهل الصيدة بقى عن شهداء سقطوا بصيدة. معلش أستاذ طارق بليز تابع بالموضوع بترجيك. بس تحية لعرسال كمان. إيه تحية لعرسال. حتى باللي صار اليوم الشهيد نادر البيومي كنت بتمنى عليك تجيب أبوه أو أخوه اللي يشوف كيف الصور اللي انتشرت على الإنترنت وهي موجودة فيني يبعث لك إياها، كيف حلقت لحيته في وزارة الدفاع وكيف مات تحت التعذيب في وزارة الدفاع. هل يقبل قائد الجيش بهذا؟ نحن نطالب بتحقيق شفاف وأن يكون هناك تحقيق حتى مع الضباط الموجودين أو الذين كانوا موجودين في ساحة صيدا. نحن نطالب بلجنة تحقيق قضائية برلمانية وأن تعلن نتائجها للرأي العام، لأن هذا الجيش الذي هو جيش الوطن من غير المسموح أن يكون فيه شبيحة داخل الجيش. يعني اللي شفناه اليوم اللي شفناه اليوم على الانترنت على اللي تصور على اليوتيوب اخذ منه موقف وزارة الدفاع بعتقد. نعم بدنا موقف كمان مشان الشهيد نادر البيومي، مشان التلاوي، مشان العشرات اللي عم يعتدى عليهم امام اعين الجيش في صيدا. نعم هذا الموقف انا كنت انا تبعت حلقتك يا سيد مرسيل. ما سالنا كيف هالصواريخ نزلت على كل احياء صيدا؟ هل بيعقل انه احمد الاسير بهالمربع اللي قاعد فيه كان عم يقصف كل صيدا، ام ان القصف كان من تله المقابله اللي هي معروفه مين كان ناصف فيها صواريخ وبجانب سكنت قوى الامن الداخلي قالت مرلياس؟ نحن يا استاذ مرسيل نحن نطالب كحقوقيين استلمنا هذا الملف انه يكون هناك لجنه تحقيق برلمانيه قضائيه، لانه الجيش في بعض ضباطه باتوا متهمين. نحن لا نقبل أن يكون الجيش اللبناني يخضع لبعض الشبيحة. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. في جزء من اللي قاله استاذ طارق معه حق، في جزء من اللي قاله، بس بموضوع انه اي تجاوز صار من عسكريين لازم التحقيق فيه، او اي شبهه تجاوز من عسكريين لازم التحقيق فيه. واليوم الجيش طلعوا بيان قالوا انه وقفوا ضابط اللي هو رئيس الحكومه اللي قال مطلوب من الجيش ان يعامل الجميع بالعدل والمساواة. معناتها صاير شيء، لكن ما في شك حق المواطن كائنا من كان مذنب او غير مذنب ان يعامل وفق القانون القوانين المرعيه بكل الاحوال. والجيش مع احترامنا وبنحترمه وهذا لازم كمان يسرع عليه القانون بشكل عادل وبسيط. في اختم اللي قاله استاذ علي من شوي عن قصه كيف بدنا نلم البلد، صحيح الطرفين مطالبين بمراجعه للمرحله الماضيه، طرفين يعني 8 اذار و14 اذار وخاصه حزب الله وتيار المستقبل، ويقدموا مبررات. بالآخر كمان في نقطة ذكرها أستاذ طارق، مش هينة أنه نحن في عنا 18 شهيد للجيش ويمكن أكثر و153 جريح للجيش، وفي عنا من الطرف الثاني أكثر من 21 قتيل لحد هلأ نلاقوا جساسهم. صحيح أنه هني كانوا معتدين على الجيش وهني بدأوا بإطلاق النار على الجيش، بس بالآخر في جرح كبير بصيدا ما بعرف كيف لازم ينلم، بس مسؤولية الطرفين وغيرهم كمان والدولة. شكرا لك استاذ حسن علي، شكرا لك استاذ علي حمادي. بدي اشكر الاب مجدي علاوي عن سعادة السماء اللي بمناسبة اليوم العالمي اللي كان في حد المخدرات ب 26 حزيران قدموا لنا ككلام الناس لي نعم للحياة للمخدرات، يعني هالعربون الليلي شكر منهم لنا. وبدي اشكر كل اللي عم بيسبونا
بكل هالأسبوع لأنه كنا وطنيين مش بايعين حالنا لبعض الأطراف اللي حابين نبيع حالنا لهم. بقى شكرا لكم على كل هالمستويات المحترمة اللي أتحفتونا فيها على الويب سايتات بهاليومين الماضيين والليلي، بس لأنه نحن حبينا نكون مهنيين. يبدو بهالبلد مش مطلوب صحافي مهني، مطلوب صحافي فيها جزء من الناس بالي. تصبحوا خير.